تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مساءكم سعيد مستمعي الكرام، نرحب بكم على أصوات تمام الرابعة اللحظة، برنامج أصوات رضا مباشرة على أصوات، حصة جديدة ككل يوم سبت كنرجعوا لأبرز مواضيع اللي كتهم كرة القدم الوطنية خصوصا والرياضة بصفة عامة، الرياضة الوطنية بصفة عامة. أكيد اليوم غادي نتكلموا على الحدث البارز اللي كان خلال نهاية هذا الأسبوع، هو الفوز المغرب بشرف احتضان كأس أمم إفريقيا 2025. كذلك غادي نتكلموا على المشاركة المغربية في المسابقتين الإفريقيتين، بالأمس تابعنا تأهل فريق نهضة بركان إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي بعد ما فاز على بيندل النيجيري بهدف 0، وكان مباراة الذهاب قبل أسبوعين انتهت بالتعادل هدفين لكل فريق. اليوم كينجو مباريات هامة لكل من فريق الوداد الرياضي وصيف بطل إفريقيا، وكذلك الجيش الملكي والذي عاد بهزيمة أمام النجم الساحل التونسي في أقوى مباريات دور التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا، في حين أن الوداد الرياضي أمام حافية كوناكري فقد عاد بنتيجة التعادل هدف لكل فريق، وأمامه فرصة تاريخية للتواجد للمرة التاسعة على التوالي في دور المجموعات للمسابقة الأغلى إفريقيا بالنسبة للأندية. ثم الفتح الرياضي الرباطي يوم غد سيواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وكانت المباراة الذهاب انتهت بالتعادل هدف لكل فريق هنا بالمغرب، والعودة ستكون بالعاصمة الجزائر. نتمنى حظ موفق للأندية الوطنية في المسابقتين الإفريقيتين. أكيد سنتحدث عن هذه المواضيع خلال حصة اليوم مع زملاء اللي غادي يرافقوني خلال هذه الحصة من برنامج صوت الرياضة لغاية السادسة مساء، كل من حسن فتيح زميل الصحفي والإعلامي المعروف حسن فتيح، وكذلك الناقد الرياضي والأستاذ الجامعي توفيق أصنج. مساءكم سعيد مستمعي الكرام، كنرحبوا بكم مجددا في حصه جديده من برنامج اصوات الرياضه مباشره على اصوات. وكيف ما قلنا قبل الفاصل، كنرحب بالضيوف معي بالاستوديو السي حسن فتيح الاعلامي المعروف بطبيعه الحال، بدا بلا ما نعرفوه نقدموه. السي حسن مساء الخير. شكرا سي حداوي الله يخطيك، ومرحبا بالسي سنهاجي الصديق ديال الصحفي. شكرا سي حسن على قبول دعوه اصوات. كنرحب كذلك بالسي توفيق سنهاجي الناقد الرياضي والأستاذ الجامعي. سي توفيق أهلا بك. شكرا سي يوسف، وتحية طيبة للجمهور الكريم جمهور أصوات، وأيضا تحية للسي حسن فتيح، شرف أنك يكون حضر معنا الإعلامي الكبير ديالنا اللي عشنا مع أوقات طويلة جدا. ودابا إلا قلنا عشنا مع الطفولة غادي نشرفوه. لا عشنا مع واش الطفولة، عشنا مع أوقات طويلة. أنا راسي أنا عشنا مع الطفولة. خلينا عينينا حسن فتيح في دوزم. وهو التاريخ أبو كل حقيقة. أكيد أكيد سي حسن. نقبلوا عميد إعلامي الرياضي في المغرب. إذا حصة اليوم أكيد سي توفيق، حصة اليوم كيف ما قلنا غادي نرجعوا للحدث البارز اللي كان خلال هذا الأسبوع، اللي هو فوز المغرب بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 من خلال تصويت على الملف المغربي اللي كان من خلال المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عفوا الكاف، وكان تصويت بالإجماع. باقي الملفات الأخرى المقدمة والمرشحة رغم أنها كان انسحاب لكن نالت 0 صوت مقابل 22 صوت سي توفيق و 27 صوت للمغرب. 22 صوت المغرب، وهذا كبير مدى اقتناع الناس ديال المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالملف الافريقي وقوة الملف الافريقي. كذلك كيف ما قلنا غادي نتكلموا على المسابقتين الافريقيتين، كأس الاتحاد الافريقي ودوري ابطال افريقيا. البارح تابعنا تأهل مستحق واقل مجهود ديال فريق النهضة البركانية واللي فاز على بيندل من نيجيريا بهدف 0، وكانت مباراة الذهاب الاسبوعين الماضيين او قبل اسبوعين انتهت بتعادل هدفين لكل فريق. اليوم كاين جوج مباريات هامة لكل من الوداد الرياضي والجيش الملكي البطل والوصيف بالنسبة للدوري الوطني الاحترافي إنوي لكرة القدم. فريق الجيش الملكي اللي رجع بتعادل مخيب قبل أسبوعين من قلب سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي التونسي، رغم أنه كان محتكر المباراة وكان أمامه فرصة
يرجع على الأقل بنتيجة التعادل، لكن كيرجع بهزيمة أمام فريق النجم الساحلي التونسي، هزيمة صغيرة لكن كتبقى مباراة صعبة من أجل العودة في هذه المواجهة. الوداد اللي رجع بتعادل كان بإمكانه يرجع بأحسن من التعادل أمام فريق حافيا كوناكري الغيني، لكن التعادل حتى هو كيبقى نتيجة إيجابية لأنه سجل خارج الميدان، ونتمنوا إن شاء الله مباراتي اليوم يعطيونا تأهل آخر من بعد تأهل ديال بركان يوم أمس للدور المجموعات. نذكروا أن بالنسبة للكأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة للدور التمهيدي ما بقاش الدور التمهيدي المكرر، بمعنى أنه اللي تقصى من دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا فغادي تقصى مباشرة من المشاركتين الإفريقيتين ومسابقات الإفريقية، ما غاديش ينزل باش يلعب دور تمهيدي تاني من أجل تأهل دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي، بعد ما غلغى الاتحاد الإفريقي هذا الدور هذا باش تكون هناك فرصة للأندية اللي غادي تشارك في دوري أبطال إفريقيا أو الدوري الإفريقي الجديد أنهم يشاركوا في ذلك التاريخ بين أكتوبر ودجنبر. تمنوا حظ موفق إن شاء الله للأندية المغربية، ومبدأوا الحصة ديالنا بالحديث عن استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025. سي حسن فتيح، أكيد أنه الإعلان عن فوز المغرب بشرف تنظيم هذه النسخة اللي هي كان 2025 ما كانش شي حاجة اللي مفاجئة، كان متوقع على اعتبار أنه منذ سحب هذا التنظيم من الدولة اللي كانت مرشحة في 2025 كان المغرب قدم النية ديالو، ومنذ هذيك النية قبل ما نقدموا الترشيح الرسمي ديك النية أنه غادي نترشحوا 2025 كنا كل شيء متأكد أنه المغرب غادي يفوز بشرف تنظيم نسخة 2025. شكرا مرة أخرى سي حداوي، مرحبا بكل المستمعين. إذن كنظن أنه بالنسبة للتحديد المغرب الفوز ديال المغرب بتنظيم هذا الكأس هذه سنة 2025 ليس فقط أنها كانت منتظرة بل مستحقة منتظرة، لأنه ربما كما شرتي أنه الملف المغربي أقنع أعضاء الكاف، ولكن ربما أنا غنمشي شوية بعد هذه ماشي أنانية، ولكن نقولوا بأنه هاد الناس ديال الكاف كانوا كيتمناو أن المغرب يترشح لهذه الدورة هذه لأنه الأحسن واقعيا على باش ينظم تظاهرة مماثلة. المغرب سبق لي نظم العديد من التظاهرات وأكد المستوى ديالو الكبير، كأس العالم، كأس الشان، كأس النسوية، كأس المؤهل للألعاب الأولمبية، العديد من التظاهرات اللي أكد عنده كل الإمكانيات اللي كتسمح ليه. وبل أكثر من ذلك أننا ملي شنا أنه بعض الحساد أو اللي دائما كيتسدى مخلين ربما الخدمة مقابلين المغرب، أنه كتجي واحد الفكرة أخرى أنه ملي بدوا كيهضروا على الكولاسة بدوا كيهضروا على أشياء أخرى بدوا كيبرروا الهزيمة ديالهم وعرفوا بأنهم راه لا يمكن بأي حال أن يكون ملفهم يضاهي الملف المغربي. إذن حنا ما كنتموش بهذ المسائل، كنتمو حاجة واحدة أخرى، حاجة واحدة أن المغرب الآن في مسار على مستوى البنية التحتية. حاجة أخرى، ما يمكنش دولة إفريقية اللي تكون بنفس كل الدول على مستوى النقل مثلا الجوي. المغرب البلد الوحيد اللي يمكن يكونوا ديفول اللي يكونوا ديريكت، ما يكونوش دي الدول الأخرى خصهم أغلب يدوزوا على المغرب عادة باش يمشوا مثلا سواء للجزائر أو دول أخرى لو أنها تعطى هذا الشرف. حنا ما كنقصيو حتى شي واحد من أن حقه ينظم كأس إفريقيا، ولكن المغرب في اللحظة الراهنة وهذه غتكون واحد البروفة أخرى، بروفة للمغرب باش يستعد الكأس العالم ل 2003 اللي مرشحوا البرتغال وإسبانيا، وربما هذه نقطة غنرجعوا لها في الحديث. أكيد لأنه تنظيم مثل هذا الحدث على المستوى القاري كأس أمم إفريقيا ما يزيد إلا يقوي الملف اللي غادي يتقدم بالنسبة للملف الثلاثي لترشيح لاستضافة كأس العالم 2030 في الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. سي توفيق، كنظن أنه ذاك التأخير اللي كان ديال الإعلان، أنه الإعلان كان من المفروض أن يكون أشهر قبل من التاريخ اللي تم الإعلان فيه في 27 من هذا الشهر الجاري، هو اللي خلى ربما ذاك تأويل ديال أنه راه هناك كولاسة يمكن الجزائر خدامة أنها راه باغت تأخذ التنظيم، راه كاين أمور اللي كتلعب تحت طاولة، لكن في الأخير المنطق احترم والمغرب كما كان متوقعا فاز بشرف تنظيم هذه النسخة. أولا هنيئا، هنيئا للمغرب، هنيئا لجلالة الملك محمد السادس، للعائلة الملكية وللشعب المغربي، يعني هذا الإنجاز وهذا الاستحقاق
يعني الجديد يعني فوز مستحق بشرف تنظيم كأس إفريقيا الأمم 2025، ستكون المرة الثانية التي سننظم في هذه التظاهرة الإفريقية بعد عام 1988. فهنيئا مرة أخرى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للشعب المغربي إذن، وننتظر بشغف حلول 2025. الله يحيي حياة طيبة. 25 في المغرب تصلنا ستوفيق 25 ما بوش 95 غير تخرج. نعم تفضل. دونك إن شاء الله تكون أفضل نسخة كما تتمناها الجميع، و يعني ومن المفروض أن إن شاء الله تكون أفضل نسخة في تاريخ تنظيم كأس إفريقيا للأمم. بالنسبة للسؤال ديالك، يمكن في الاعتقاد ديالي الشخصي المتواضع هو أنه الجزائر فقدت كثير من الشرعية ديالها لما نظمت الشان الأخير في الجزائر وبطولة إفريقيا أقل من 17 سنة. بطبيعة الحال لأنه بطولة إفريقيا أقل من 17 سنة لم تعرف ذلك الحضور الجماهيري المتميز، يعني شنا فقط ملاعب يعني فارغة. بالنسبة للشان أريد العودة للشان، لأنه علاش بغض النظر على المشاكل السياسية اللي خيمات على التنظيم ما بين المغرب والجزائر، ولكن شفنا حفل افتتاح مثلا ما تعرض له المغرب من هجمات من طرف شخص من الأشخاص اللي تم الاستدعاء دياله من أجل حفل الافتتاح. فبالتالي تدخل أو إدخال مسائل سياسية بعيدة جدا على كرة القدم في مثل هاد الرهانات خلى الجزائر تفقد واحد الشرعية، وأنا ذاك يعني الكاف خرجت بواحد بلاغ قوي لهجة يعني ضد هاد المسائل هادو. وبالتالي يمكن هذه خلات أنه الكاف تعاود التفكير في الملفات اللي مطروحة على الطاولة ديالها، وتاخذ الوقت الكافي من أجل الإقرار، ولو أنه المغرب يعني كان معروف يعني حتى قبل تقديم الجزائر الترشيح ديالها، لو تقدم المغرب للترشيح سيكون هو الفائز بالنظر للأشياء اللي قالها السي حسن قبل. ملف قوي، بنية تحتية قوية، لا تنظن لا بلد ممكن أن يضاهي حاليا في الوقت الراهن المغرب في إفريقيا على صعيد البنية التحتية والملاعب. وهذا يمكن هناك منافسة قوية ما بين المغرب مصر جنوب إفريقيا شيء ما، ولكن بالنسبة لمصر فهي من نظمت أول نسخة ب 24 منتخب 2019. بالتالي لو ترشح مصر فهذه يكون الحظوظ ديالها ضعيفة، أما المغرب بحكم أنها نظمت مؤخرا جنوب إفريقيا ما بغاتش يعني ما تقدموش. يمكن تعرفوا بأنه المشاكل الأمنية تطغى بشكل كبير على بلد مثل جنوب إفريقيا، ولكن الاستقرار اللي عند المغرب تجعل من الحظوظ دياله تتكون موافرة لما يكون مثلا ملف جنوب إفريقيا مع ملف مغربي تنظن على الصعيد القاري. بالتالي فالمغرب كان في منافسة أمام الجزائر، جزائر اللي كما قلت فقدت العديد من النقاط ديالها من خلال تنظيم ديالها الشان وما حصل أنذاك. الكاف يعني خدات الوقت الكافي من بعد أجلات الإعلان على البلد المنظم إلى حين أنها تأكدت بأنه الجزائر لن تنظم وليس بإمكانها التنظيم ومنافسة المغرب بالنظر لمجموعة من الأشياء. حتى التنقيط تكلمتي على وذكرتي كلمة ديال التنقيط، راه تصدمت سري بجدول ديال التنقيط ديال البلدان المرشحة 2025، وبان فرق كبير بين التنقيط المغربي والتنقيط الجزائري. طبيعة الحال يعني مقارنة مع زامبيا وكذلك يكفي إشارة يوسف بأن المغرب ترشح ب 24 ملعب. هذا اون انكلو لي ستاد ديال لونترينمون. ف 24 ملعب فيها ملاعب ديال التدريب. ما لا اعتقد بان مصر لما تقدمت ل 2019 او حتى الكاميرون في 2022 يعني كانت موفره هذا العدد او الكم الهائل من الملاعب، اضافه الى عدد وافر جدا من الفنادق. بطبيعه الحال لما تتكلموا على الطرقات، البنيه التحتيه، تي جي في ما شاء الله ثلاثه ديال المدن او اربع مدن ممكن يربطها، الشبكه الطرقات، الانفراستركتور ديال ناسيونال خدات اللي عندها معامل ثاني اكبر معامل على 24% 75 نقطه، والاستاد 88 نقطة. يعني كيبين أنه فرق واضح. حتى أنك تجيب أي دولة أخرى، يعني أنا أعي ما أقول جيب حتى جنوب إفريقيا ومصر، سيجدون صعوبة كبيرة جدا أمام الملف المغربي هذه المرة. تحية للمتابعين ديالنا في صفحة برنامج الصوت الرياضة، كيقولوا لي الصوت تقطع. سيبدين تشوفوا هذا القضية ديال الصوت تقطع في صفحة الفيسبوك. طيب سي حسن فاتح، كنظن أنه هذه النقط هذه كلها كتبين أنه المغرب قوي على مستوى التنظيم، أحداث رياضية تابعنا مجموعة من الأحداث انطلاقا من
نقولوا غير فقط للتذكير وكمعلومه نذكر بها انه 2015 كان المغرب عنده تنظيم ديال كاس امم افريقيا لولا ايبولا. لولا ايبولا بالتالي يعني ماشي غريب على الكاف انه يرجع يعطي الثقه للمغرب باش ياخذ تنظيم هذا كاس امم افريقيا. وحتى المغرب 2019 ما بغاش يترشح قدام مصر باش ينظم كاس اول نسخه 24 المنتخب، والمغرب ما بغاش يتقدم امام مصر. فهنا كيبين انه المغرب قوي واقوى رياضيا على مستوى القاره السمراء. لا هو ملي كنهضروا على مثلا رياضيا هذا شيء ممكن الا نكدو، خصوصا من خلال كاس العالم اللي كانت الاخيره 2022 اللي كانت في قطر، والانجاز الكبير ديال الاشعاع اللي عطى المنتخب المغربي للقاره الافريقيه وايضا للمنتخبات العربيه. كنظن بان هذه نقطه، وايضا كما اشار السناجي البنيه التحتيه القدرات على التنظيم كانت واحد الطفرة اللي عطات للمغرب العديد من التجهيزات اللي كتسمح كما شرتي انه يتنظم كاس العالم 24 فرقه في ملاعب مختلفه ومتنقل، ويكون المبيت ويكون جميع المقومات ديال بلد منظم تكون حاضره. فواحد الاحيان ملي كتلقى بانه الانسان ملي كتكون عنده المقومات ولكن واحد اخر كيحاول يضاهيه ولا ينتقده فقط لانه يبني الاحلام ديالو ولا يبني انه ينظم ماشي فقط على امور واقعيه. بعض الأحيان ملي شنا الشان شاهدنا التنظيم، شاهدنا حفل افتتاح، شاهدنا العديد من الأشياء اللي تنظم في الجزائر، شاهدنا تظاهر. هل يعقل أن بلد ينظم تظاهرة إفريقية ويمنع الصحافة أنها تدخل مع الفرق ديالها ومع المنتخبات؟ واش هذا راه يستحيل؟ المغرب مهما يكون كتجي عندنا صحافة ديال دول أخرى بقى علاقات مقطوعة أو ربما ماشي هي ديك، ولكن اللي خصو يدار كيدار بالقواعد ديالو في إطار الأعراف المعروفة رياضية ولا سياسيا ولا في أي مجال من المجالات. وكنظن بأنه المغرب هذا الشيء بينه بالهدوء ديالو، ربما حتى التصويت وحتى هذيك المسائل اللي داروا هذيك بناء على واحد الملف اللي دارته واحد اللجنة خاصة، راه ماشي الأعضاء اللي جاوا هما شافوا، لجنة ألمانيا هي اللي جات ودارت المسائل المعطيات ديالها بناء على معطيات موضوعية ما فيهاش أن هذا كيعرف فلان ولا كيعرف فلان ولا كيعرف الكولاسة ولا هذيك الكلام اللي كيحاول ديما الإنسان جاهز باش يبرر واحد الانهزام ديالو الوضع ديالو هش. انسحاب ديال الجزائر في اخر لحظه واش هو في نظرك تبرير للهزيمه؟ لا، حيت معطيات الامور الاشياء اللي هما عرفوها واقعيا انها غتمشي في هما ربما عندهم العقده انه ينهزموا ضد المغرب. ينهزموا بمعنى والانهزام شنو هو؟ راه كاين انتصار كاين هزيمه، وفي هادشي راه ما كاينش هزيمه ولا انتصار. كاين واحد البلد كيحظى بواحد الشرف ولا ما كانش اليوم غتكون غدا عندك انتيا وما كاينش، ولكن هذه الحساسيه الزائده عند الناس اللي ابتلانا بهم الله اللي حدانا الحساسيه الزائده دائما يحاولون التبرير. انا كنسمع بعض الاحيان مصادفه ملي كتدخل لشي سيت اللي كيهضروا على هذا الموضوع هذا وكتشوف كيفاش كيهضروا وكيفاش كتلقى واحد الحقد الدافين اللي كنظن انه بعض الاحيان ما واش الجزائر هزمت ضد الكاميرون ولا المغرب اللي خسر، واش دخل التيران شي واحد ياك بالحداوي دخلتي انت ولا شي حاجه ولا كامبي شي حاجه بغيبيه. اذا لحد الان باقى عندهم واحد العقده بانه راه الكاميرون هزمت هزمت كرويا خصنا نامنوا بهذه المسائل. اذا كنظن بانه هما تنسحب ديالهم راه تخاش بعين الاعتبار لانه جا في واحد اللحظه ما خادش ذاك المده الزمنيه اللي مفروض انه الانسان اذا راه تحسب الدوسي ديالهم ودخل التصويت وهما خسروا بالتصويت ماشي خسروا بالانسحاب. رغم انه كان تصريحات ديال موتسيبي قال انه راه هاد البلدان سحبوا باش يعطيوا الفرصه للمغرب باش جوستومون انا كنت باغي نشوف هذه النقطه، ولكن الاخوان الجزائريين قال لك لا احنا ما انسحبناش باش نعطيو الفرصه للمغرب، احنا انسحبنا لانه عرفنا كاين ظلم وكاين كذا، والدليل انه الملف ديال 2027 مشى الملف الثلاثي ما عندهمش تيرانات اللي عند على الاقل اقل دوله في ولكن كاين رغبه من طرف الموتسيبي باش يبدل الجامع يعطي شويه يدير التناوب ما بين المناطق يعني يمشي المنطقه ديال شرق افريقيا ايضا. كاين نوع من التناقض يعني لما تسمع التصريح ديال باتريس موتسيبي وتسمع التصريح ديال كراغيلا، انا تسميه بكراغيلا والابواق ديالو خلينا الاخوان الجزائريين لا حيت هاد الابواق ديال 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 الكراغيلا ماشي الشعب الجزائري اللي انا نتكلم عنه لانه تبادل يمكنش الشعور بالموده رغم لقاو ديروا مصطلح اخر شوفوا مصطلح اخر تيتغيروا ديرنييرمون.
فباتريس موتسيبي تأكد بأنه الدول انسحبت من أجل إعطاء فرصة للمغرب لأنه يستحق وبعيد عليهم في التنظيم لهذا يعني هذه الدول اللي ترشحت نيجيريا البنين الجزائر من بعد خرجوا هما تيقولوا كيف ما قلتي انت يا بنا ولا راه حنا ترشحنا سحبنا الترشيح ديالنا لانه شفنا الظلم وشفنا 2027 ايضا تعطى للدول اخرى. اليوم السنغال مثلا اختات الهزيمه ديالها من 2027 بروح رياضيه كبيره وقالوا بانه ستكون فرصه عندنا 2029 نوضوا نشتغلوا باش ننظموها. سي فري كو موتسيبي الان بغى يدير التناوب تعطى فرصة ملف ثلاثي الآن ولا تفكير باش كنوا واقعين حتى الدول الإفريقية دابا بلي تتهضر حنا هضرنا على البنية التحتية عرفنا بأن المغرب الآن يمكن بلد من البلدان القليلة في إفريقيا اللي ممكن تنضم لك نسخة ديال الكأس إفريقيا 24 منتخب مصر جنوب إفريقيا المغرب نقولوا كاميرون انضمت داكور دابا السنغال اللي بنات ملعب أخير الكوت ديفوار أنا تنضم السنغال بنات من أحسن الملاعب في المغرب ولكن الآن تتفكر باش ترشح في ملف ثلاثي مع غامبيا وموريتانيا أو غينيا وموريتانيا في 2029 فبالتالي أنك تقول بلد قادر أنه ينظم 24 منتخب توفر لهم 24 ملعب ديال التداري طرقات الفنادق ليفول كما قال سي حسن قبيلة راه أمر صعب صعب بزاف دا بيجي كبير بزاف اللي خصو يتخصص من طرف الدولة بالتالي فمن الصعب أنه بلد ولا لقى ملف آخر معاه يدخل معاه كونجوانتمون غادي يكون أفضل لذلك فهذا الشيء علاش دول مثل وحنا لما تنتكلموا أيضا على كأس العالم 2030 فحنا تقدمنا مجموعة من مرات لكأس العالم تعرفوا الصعوبة ديال أنك تنظم كأس العالم الآن الكأس العالم تيبان الفرصة هي سانحة جدا الحدود وافرة لنا رغم الصعود لعدد المنتخبات 48 منتخب 48 منتخب راه الولايات المتحدة الأمريكية تنظم مع كندا والمكسيك البرتغال المغرب إسبانيا تعطي حدود قوية جدا المغرب أنه فينالمون نشوفه كأس العالم إن شاء الله عندنا كأس إفريقيا الأمم 2025 ستكون محطة أقولها محطة بروفة حقيقية أبينوا فيها وإحنا متأكدين بأنه كيف ما قال حسان نظمنا كأس العالم الأندية نظمنا الشان نظمنا كأس إفريقيا الأولمبيين نظمنا العديد من التظاهرات يعني كنا من رائدين في التنظيم يعني سنوات فبالتالي هذا شيء لوجيك عادي جدا أننا غادي نترشحوا مرة أخرى وننظموا كأس إفريقيا ونتوقع بأنه بعد 2025 وقبل 2030 إن شاء الله التنظيم ديال كأس العالم ستكون فرص لتنظيم تظاهرات أخرى وعقلوا على الكلام بدأت كأس العالم الأندية 2029 اللي هو فيها 32 فريق بدأت أيضا كأس العرب أو أشياء أخرى القجاع في التصريحة ديالو كيتكلم على 2029 نوجدوا ملاعب 2029 2029 شنو غادي يكون فيها ممكن يكون فيها أنا نقول لك علاش لأنه في 2029 السي يوسف من المفروض أن الفيفا تختبرك من خلال بطولة عربية مثلا أو كأس العالم الأندية كأس العالم الأندية لا يبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 راه هو بروفا الكأس العالم يتنظم في الولايات المتحدة 2026 دونك غيكون ممكن يكون عندك انت واسبانيا والبرتغال ثلاثه ممكن ايضا تكون عندك الكاس العربيه قبل حتى تصير منطقي تصير منطقي انا اللي على سبيل المزحه هو واحد السيد واثق من نفسه واثق من التدوينات ديالو قال لك اودي حنا انسحبنا وحنا عارفين انه 2027 الكاف ما غاديش تعطي هذا الثلاثي اللي ترشح ل 2027 اللي خداه شرف تنظيم 2027 وغادي يجيو ويطلبوا من الجزائر انهم ينظموا هذه النسخه ديال 2027 وحنا ما غاديش نقبلوا بطبيعه الحال لان عندنا اولويات بطبيعه الحال المعلق ديالنا السي حفيظ الدراجي اللي واثق من نفسه انه الكاف شوف واحد القضيه السي يوسف باش كنوا دابا اوغندا ولا تنزانيا ولا كينيا لما تتشوف الانفراستركتور ديالهم تتلقى بانه الامور راه مازال فهمتي الا كانت لي شونتيي هذه يبداو تبدا العمل 2024 باقي الحال اسبيرون يكونوا تنظن بانه ملي تيكونوا 24 منتخب تيخصك تجهز 6 ديال الملاعب كل بلد راه تنظن يمكن الوقت كافي عندهم. طيب غادي نرجع مع السي حسن فتيح والسي توفيق صناجي بعد الفاصل التعليق ديال المتابعين ديالنا في صفحه البرنامج نتمنى الصوت يكون افضل الان شحال ديال الملايير خسرات في صيانات ملاعب مولاي عبد الله ومبارك محمد الخامس وفاس وفي الاخير غير صالحين لتنظيم تظاهرات قاريه ما عنديش اجابه بصراحه في هذه النقطه هذه
ولكن كاين ملاعب اخرى اللي خاصها المحاسبه بحال ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء لانه مجموعه من الاصلاحات والتوقفات كانوا بهذا الملعب بدون اي نتيجه ومره اخرى كيتصلح. المركب الرياضي مجمع الرياضي الامين عبد الله كان افضل بكثير من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس. عبد الواحد او ابو عبد الله الوافي توحشناك السي حسن فاتح ايام زمن الجميل تعد من صحفي الكبار. ادم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام. رضا قدوري قوه المغرب داخل الكاف واضحه ومستحقه. منير الخطابي الفوز بتنظيم ربح للمغاربه للمغرب والمغاربه فهنيئا للمملكه شعبا وملكا. رضا قدوري طريق باش كيتكلم علينا الاعلام المصري والتونسي كتبين ان المغرب قوي داخليا الصوت كنظن انه تصلح الان. سلطان الجنوب سلم على الاستاذ سي حسن الفاتح كيسلموا عليك الاخوان في صفحه البرنامج الصوت الرياضه. غادي نتوقفوا مع فاصل ونكملوا هذه الحصه الى غايه السادسه مساء مع السي حسن الفاتح والسي توفيق سناجي موصلين هذه الحصه من برنامج صوت الرياضه مباشره على اصوات. نحاول التحق بنا اللحظه السي محمد سعيد زميل صحفي بقناه الاهلي المصري اللي عنده كواليس الاجتماع ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم. بعد قليل كذلك التحق بنا السي هشام رمرم باش يغني معنا النقاش في هذا المحور من استضافه المغرب كاس العالم او كاس امم افريقيا ان شاء الله. هذا هو الفعل كاس العالم ان شاء الله 2030. المغرب غادي يستضيف كاس افريقيا 2025 ان شاء الله في الفتره المقبله ان شاء الله 2025. اذا سي حسن مجموعه من المحاور يمكن ان نتكلم عليها من خلال استضافه المغرب لنهائيات كاس امم افريقيا 2025. من بينها شنو ممكن يستفد بصفه عامه قبل ما نفصلوا شنو ممكن يستفد المغرب من تنظيم مثل هذا الحدث الكبير اللي هو كاس امم افريقيا اللي كتعتبر أرقى وأكبر مسابقة على المستوى القارة الإفريقي بالنسبة للاتحاد الإفريقي. وكنظن أنه الفرصة الأولى اللي كتكون المنتخب اللي كتكون البلد المنظم هي المنتخب ديالو كتكون عنده حضور لأنه كيكون مساند بالجماهير ديالو كيلعب على أرضية الميدان ديالو كتكون عنده فرصة باش يشوف المنتخب ديالو. هذا إذا أضيف إلى ذلك رياضيا تكون واحد اللي ممكن الدرين كاين واحد الجانب اقتصادي جانب كذلك إعلامي كاين واحد الزخم كاين واحد الحديث على ذاك البلد إفريقيا في العديد من التظاهرات هذه ماشي سهلة. كنظن بأنه المغرب اللي نظم كأس إفريقيا سنة 1988 وكان محدود في ملعبين اللي كان في الرباط وفي الدار البيضاء الآن ملاعب أخرى اللي غتبين المغرب وغتبين المقدورات ديال المغرب في التنظيم. إذا كان المغرب بهر في العديد من التظاهرات كأس إفريقيا الآن ب 24 فريق كنظن بأنه بغض النظر كاين واحد التحدي اول اللي هو تحدي ديال كاس العالم اللي خصنا نبينوا فيه قبل ما يكون التصويت ديال الدول على البلد الذي سيحتضن هذه التظاهره كنقولوا كذلك انه كان الملاعب كيتجهزوا ملاعب كيتقادوا كاين بزاف د الحوايج كنعطيو للشباب ديالنا انه يشارك في تنظيم واحد التظاهره لان ما نساوش فقط انه كيكون الناس اللي داور الاختصاص ولكن ايضا الشباب كيدخل لهذا الميدان ما نساوش شيء الحركه الاقتصاديه اللي كتكون في المدينه اللي كتحتضن الملاعب بواحد الشكل كبير السياح اللي كيجيو للمغرب دون ان ننسى انه المنتوج المغربي كيعود عليه الطلب بواحد الشكل كبير في جميع المجالات سواء كان لباس كان سياحه كان مجموعه من الاشياء حتى الحديث عن المغرب والبحث في كل محركات ديال البحث كيكون المغرب من بين البلدان في ديك اللحظه اللي كنظم فيها التظاهره وعاده باش كيكون واحد الوجهه لان كل وسائل الاعلام ما يمكنش ما تهضرش على واحد التظاهره اللي هي كاس افريقيا للامم اللي فين كتنظم في المغرب وعاد المكسب الاخير وانه كنكونوا من خلال التنظيم واحد البلد اللي كتعود عنده واحد المصداقيه على المستوى العالمي في اطار تنظيم التظاهرات وكتكون عنده الاولويه وعنده الشروط باش ينظم تظاهرات اكبر. غادي نرجع عندك سي توفيق باش نتكلموا على هاد النقطه هذه خصوصا لانه كاين بزاف ديال الامور خصنا نفصلوا فيها في تنظيم كاس امم افريقيا بالنسبه للمغرب. معنا محمد سعيد زميل صحفي ب قناة الأهلي المصري. سي سعيد مساء الخير. محمد سعيد محمد سعيد
نظن أننا نحاول نتصل بالسي محمد سعيد كي يلتحق بنا هشام رمرم اللحظة زميل الصحفي والإعلامي الصديق ديالنا. سي هشام مساء الخير. مساء الخير يوسف. مرحبا بك على أصوات. بارك الله فيك. شكرا. إذن سي هشام أكيد المغرب نال شرف استضافة الكأس أمم إفريقيا 2025. استضافة كانت متوقعة اعتبار قوة الملف المغربي وقوة يعني البنيات التحتية اللي كتوفر عليها المغرب من ملاعب من فنادق من طرقات كذلك مطارات وغيرها من الأمور اللي كتساهم في تقوية الملف ديال البلد اللي كتقدم ترشيح واستضافة أحداث رياضية وكذلك كتبين أهمية ديال أنه المغرب يكون هو القاطرة ديال كرة القدم على المستوى القارة الإفريقية. فكيفاش لقيتي هذا الخبر هذا وهذا الإعلان ديال استضافة المغرب بكأس أمم إفريقيا 2025 يكون في بلادنا إن شاء الله؟ ما كانش مفاجئ يعني قبل أيام من الإعلان فتسربت الأخبار لأنه كان هناك تقارير للدارة التقييمية فكان الفرق واضح. المسألة ديال التنظيم ما كنظنش أنه يكون فيها نقاش على المغرب. علاش؟ لأنه المغرب كانت تسأل برغبة فقط. المغرب ما كانش كيهتم بتنظيم كأس أمم إفريقيا لأنه الأسباب يعني ما واضحاش. ولكن الفوا ولات الرغبة فكنظن أنه المغرب كان جاهز. والدليل هو أنه الإعلان عن يعني سحب التنظيم من غينيا والمغرب باش يعوضها كانت مدة قصيرة جدا ما بين القرار والتصويت. وبالتالي فأنك تأخذ قرار باش ترشح في هذا الوقت هذا اللي هو يعني ضيق ومع ذلك يكون دفتر التحملات ديالك جاهز فهذا يعني بأنك أحق بالتنظيم. زيادة على هذا فالهيئة الإفريقية فهي وضعت ثقتها في المغرب رغم أنه مثلا اختار أنه يهدم ملعب بالكامل ويعود يشيده ويعود تأهيل ديال ملعب طنجة وملاعب أخرى. وبالتالي فيعني هناك ثقة كبيرة إلا شفنا المدة الفاصلة عن ما بين القرار ديال إعلان التنظيم منح التنظيم وما بين تاريخ التنظيم فهي مدة قصيرة جدا باش يمكن أنك تقول خاصك ملعب ولا خاصك جوج أنه مثلا غيتعودوا بشكل كامل. فهذا يعني بأنه كاين هناك ثقة في القدرة ديال المغرب على التنظيم. نعم انا غادي ناخذ من كلامك سي هشام واستنتاج يقدر يكون صحيح يقدر يكون غلط انه لو ما كانش المغرب ناوي ترشح 2030 واش كنا نشوفوا انه غادي ترشح 2025 ككأس امم افريقيا اللي غادي تكون ان شاء الله بلادنا في بعد سنه ونصف تقريبا. أنا كنظن أنه ترشح الكأس العالم هو محفز كبير للمغرب باش يترشح الكأس أمم إفريقيا لأنه المغرب الآن يعني كمعوض لدولة أخرى. هذا يعني أنه ما كانش من المخططات دياله ولكن الملف الثلاثي ديال المغرب وإسبانيا والبرتغال في كأس العالم فالآن بشهادة الخبراء في العالم فهو كيبان من أقوى الملفات لعدة اعتبارات يعني كثيرة جدا. وبالتالي فالمغرب يمكن هذه المرة هذه كيشوف حدوده أكثر لأنه ملف ثلاثي مع دولتين اللي عندهم خبرة كبيرة في تنظيم تظاهرات سابقة إسبانيا خاصة والمغرب ما غيطلبش منه مجهود كبير باش يمكن أنه يهيئ واحد البنية التحتية ديال ملف ثلاثي. فلو كان قريب يترشح بوحده يمكن تقول كاين صعوبات ولكن أن الأمر يتعلق بملف ثلاثي فالآن هاد كأس أمم إفريقيا هي غتكون بحالة شي تجربة ديال التنظيم تجربة ديال تهيئ الملاعب وتجربة كذلك ديال أنه المخطط ديال المدن اللي غتكون مرشحة لكأس العالم أنها غتكون كتهيئ نفسها بواحد نسبة كبيرة وكذلك لأن لجنة التفتيش غتزور الملاعب ديال كأس العالم العام المقبل وفي دفتر التحملات عاطينك واحد العدد ديال الملاعب خاصها تكون جاهزة وعدد ملاعب خاصها كذلك تكون هي كورش يعني يا إما كتبنى يا إما إعادة التأهيئة ديالها. وهذا هو اللي خلى أنه المغرب كأس أمم إفريقيا غتفتح ليه ورش مش يمكن أنه يسرع هذا المشروع هذا. وما ننساوش أن واحد الكلمة قالت في الندوة الصحفية ديال المتسبيد هي كلمة مهمة جدا فهو قال أنه دعم كبير مالي غير تخصص للمغرب في هذا الإطار هذا.
وبالتالي فالمغرب ماشي فقط انه كاس الامم الافريقيه غتخلى يصرع الاوراش، ولكن بذكاء غيحصل على تمويل، غيحصل على تمويل اللي يمكن غيخفف به الاعباء ديال انه توجد كاس العالم. طيب واش فعلا غادي يكون دعم ديال الاتحاد الافريقي كله كاع الاتحادات ديال المنضوي تحت لواء الكاف غادي تعطي فعلا الصوت ديالها للمغرب؟ شوف كاملين ولا ما كاملينش، المهم الأغلبية الساحقة راها كاينة، فهمتيني؟ أنا كنظن أنه الأغلبية الساحقة غتكون 54 بلد اللي هو عضو في الكاف، فحتى إذا كانت معارضة ديال البلد ولا جوج فلا أعتقد بأنها ستؤثر. شفنا أنه رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفرين في المؤتمر ديال اليوفا في البرتغال، فهو أكد بأنه الترشح هو ترشح ديال أوروبا، والملف هو ملف أوروبي. فأوروبا ما يمكنش أنها تتخلى على البرتغال وإسبانيا في التصويت. هذا يعني عملية حسابية. كالمستوى الإفريقي فضروري غتكون أصوات اللي هي غالبة إلى ما كانتش كلها، لأنه التصويت في جميع الأحوال هو تصويت سياسي أكثر ما هو تصويت رياضي، لأنك تدخل فيه مجموعة من الاعتبارات أخرى. كاين كذلك الاستراتيجية ديال أنه السعودية اللي كان يعني عازمة بأنه ترشح الكأس العالم، ولكن تراجعت على القرار ديالها باش ترشح، وهذا غالبا داخل في هذيك اللعبة ديال الضغط اللي كتكون، هذاك اللوبينج اللي كيكون يعني المفاوضات اللي كتكون، لأن ممكن أنه يكون هناك تناوب في الدعم، ممكن أنه السعودية والأصوات اللي ممكن أنها تتبعها يمكن أنه تدعم الملف هذا ديال المغرب الثلاثي، وممكن أنه في نفس الوقت 34 إذا ما رغبت السعودية في الترشح فهي الترشح الثلاثي، فغيكون الدعم ديالها. وأنا متفائل جدا يعني عكس المرة السابقة، فالملف هذه المرة يمكن أنه ملف يكون صلب جدا من ناحية ديال قوته، ومن ناحية كذلك إقناعه، لأن كأس العالم ما غيكونش مغري فقط الفيفا، ولكن غيكون مغري للجمهور اللي غيجي يتابع مونديال، غيكون استثنائي في ثلاث دول. اللي مناخ عندها متقاربة جغرافيا، وخا كينتميو لجوج القارات مختلفة، كذلك عندهم تاريخ مشترك، فهذه كل أشياء كنظن أنه كتغري الجمهور، غتغري الفيفا، غتغري اللاعبين، غتغري الصحافة، وهذا من بين نقاط قوة الملف الثلاثي ديال كأس العالم. نعم. كآخر تدخل سي هشام رمرام، ماذا تقييمك مسبق لنجاح تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب؟ فين نضعوا؟ واش نديروا نجاح 100%، 95%، 50%؟ يعني شنو التقييم ديالك سي هشام؟ وشوف المغرب ملي كي يبغي يدير شي حاجة متقونة كيديرها، يعني بنكونوا صريحين. والهذا الدورة هذه بالضبط هي دورة استثنائية، لأنه الأنظار ديال العالم كلها غتكون متوجهة للمغرب. أكيد. هو مشروع اللي المغرب انخرط فيه ديال التنظيم عودة إفريقية، لأن المغرب ما كانش كيبغي ينظم تظاهرات إفريقية. الآن شفنا أنه على مستوى الفئات الأخرى وعلى مستوى أنواع الأخرى ديال كرة القدم تقريبا جميع التظاهرات حصلت من المغرب في السنوات الأخيرة. كأس أمم إفريقيا يمكن غيكون تتويج لهذه العودة، لأنه عرفنا هذه العودة جات من بعد الرجوع السياسي للمغرب على المستوى الإفريقي، فكان كذلك رجوع رياضي وازاه. والأنظار كلها غتكون متوجهة، وكأس العالم خاصك تقنع، لأنه الآن الفيفا ما بقاش لجنة تنفيذية اللي كتصوت على كأس العالم. تصوت واحد الدول كلها اللي هي أعضاء، وبالتالي فخاصك تقنع. والإقناع ما كاينش فقط بهذيك اللقاءات اللي هي ثنائية ولا يمكن أنه بطرق أخرى، ولكن كذلك بطريقة التنظيم، وخاصك تغري الناس باش يجيو باش يقولوا بالفعل أنه هذا البلد قادر. وحتى المغرب مع الأصدقاء ديالو اللي هم إسبانيا وبرتغال خصو يبين لهم بأنه كذلك ماشي حلقة ضعيفة في الملف. شكرا لك سي هشام رمرم على المداخلة ديالك، وإن شاء الله نشوفك عما قريب في استوديو أصوات إن شاء الله. شكرا سي هشام. آخر مداخلة معنا عبر الهاتف غتكون من مصر مع سي محمد سعيد، باش نرجع للزملاء ديالي هنا في الاستوديو نكمل معهم النقاش إلى غاية السادسة مساء. محمد سعيد مساء الخير.
مساء الخير، تحياتي لك يوسف وتحياتي لكل الأشقاء في المغرب. شكرا لك محمد سعيد. إذن المغرب كان الاسم البارز في الجمعية العمومية الاتحاد الإفريقي اللي كانت بمصر وبالضبط بالزمالك محمد سعيد. فوز المغرب بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا، هل كما قال البعض أنها جاءت بالكواليس وليست بالاستحقاق سعيد؟ أكيد الاختيار أكيد جاء بالاستحقاق، ولكن بلغة الصحافة لدينا يعني بنتكلم دائما على الكواليس، الاجتماعات والتربيطات والاتصالات يعني حسب ما ننفع على حساب ملفات أخرى، ده أكيد دوارد جدا في أي تصويت على أي قرار بيتم اتخاذ سواء في كونجرس أو في لجنة تنفيذية. ولكن في الكواليس كان لدينا معلومة منذ فترة أن الملف المغربي هو كان الملف الأقوى لاستضافة نسخة كأس الأمم الإفريقية رقم 35، وأكبر دليل على ذلك أن الكواليس التي كانت لدينا صحيحة، أن في الساعات الأخيرة وقبل التصويت انسحبت كل الملفات التي كانت أمام الملف المغربي، منها من انسحب بشكل عام ومنها من انسحب وسعى للفرصة في ملف آخر عن 27، سواء ملف مشترك ما بين نيجيريا وبنين أو حتى الملف الجزائري الذي انسحب تماما من المشهد، وملف زامبيا الذي انسحب من 2025 وأرسل السلامة لعل وعسى أن يكون هناك لديه حظوظ في ملف 2027. ولكن بكل جدارة بالتأكيد كان التصويت بالإجماع وتفكيك الملف المغربي لاستضافة نسخة عام 2025 لما تمتلك المغرب من بنية تحتية على أعلى مستوى طرق مواصلات مميزة جدا. لا ننسى كمان النتائج الفنية التي تحققت في الفترة الأخيرة سواء لمنتخب الرجال في كأس العالم في قطر أو منتخب السيدات في آخر نسخة لكأس العالم في أستراليا على مستوى الأندية، استضافة المغرب كمان للأحداث الإفريقية في الفترات الأخيرة كأس العالم للأندية، كلها نقاط أكيد يعني رشحت الملف المغربي بنسبة كبيرة لاستضافة الملف. لجنة التفتيش والتي منحت الملف المغربي أعلى درجة تقييم 85%، كل هذه النقاط أكيد كانت تصب في صالح الملف المغربي، ولذلك القرار لم يكن مفاجئا. لذلك كل الكواليس كانت تقول أن التصويت للملف المغربي سيكون يعني محسوم بنسبة 100%. طيب في تلك الفترة ديال الجمعية كيفاش شفتي التعامل ديال 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 الأعضاء ديال الاتحاد الإفريقي؟ واش كنتي كتشوف أنه مرتاحين للملف المغربي، مرتاحين لأنه المغرب غادي يستضيف هذا كأس أمم إفريقيا 2025؟ لا، ارتياح كامل وارتياح كبير على فكرة. يمكن الأعضاء كلهم بلا استثناء كلهم عندهم ارتياح جدا باستضافة المملكة لهذا الحدث القاري. يمكن من سنتين لما كنت اتكلمت قبل كده مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وقت أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال وهل ستقوم في المغرب اعتراض الأهلي موقف الكاف، أنا فاكر وقتها عدد كبير جدا من أعضاء المكتب التنفيذي لما سألتهم المفضلة ما بين التصويت للمغرب أو السنغال على استضافة ملعب نهائي دوري الأبطال، الكل أكد لي وقتها أن الكاف يرتاح كثيرا في حالة استضافة المغرب أو حتى دول شمال إفريقيا للأحداث القارية، وبذلك ارتياحهم لاستضافة المغرب لنسخة كأس الأمم. لا، أنا بقول لك يعني لو عدد أعضاء المكتب التنفيذي 22 عضو تتكلم في 21 أو 20 عضو من أعضاء المكتب التنفيذي يريدون استضافة المغرب لنسخة كأس الأمم المقبلة، يعني هذا الأمر محسوم بنسبة تتخطى 95%. يعني طيب الإعلام المصري كيفاش تعامل مع هذا الخبر هذا، وكيفاش كان الحديث ديالهم على المغرب واستضافة المغرب لهذه النسخة؟ الإعلام المصري على يعني على مستوى الإعلام الرياضي لم يكن مفاجئ بالنسبة له هذا القرار وهذا الاختيار، ولكن الجميع تفاعل بسعادة غامرة، وحتى التهاني والتبريكات للأشقاء في المغرب صدرت من العديد من الزملاء وصدرت من العديد من البرامج والقنوات باستضافة المغرب لهذا الحدث. على فكرة ما ننساش ان في عام 2019 لما تم سحب التنظيم من الكاميرون كان هناك تنسيق مشترك ما بين مصر والمغرب، يعني مصر اذا ترشحت لاستضافة 2019 المغرب لم تترشح، نفس الامر في 2025. الكل بالتأكيد يدعم المغرب، والإعلام المصري رأى ان المغرب بالتأكيد جديرة باستضافة هذا الحدث، خاصة كان هناك مشاكل كثيرة في استضافة الكاميرون، فبالتالي أفضل توقيت لاستضافة المغرب لهذه النسخة هي النسخة المقبلة، وبالتأكيد لديكم عمل كبير جدا لإنجاز
التطوير والصيانة في الملاعب في الفترة القادمة في ظل أن المغرب ستستضيف في صيف عام 2025 بإذن الله. أكيد. وقبل ذلك كاين كأس أمم إفريقيا للسيدات في صيف السنة المقبلة. محمد سعيد شكرا لك، عندك التزامات أكيد مهنية، فنكتفي بهذا القدر حتى إن شاء الله الأسبوع المقبل أو الأسابيع المقبلة تكون معنا للتفصيل في مجموعة من المواضيع اللي كتعلق بكرة القدم الإفريقية. شكرا لك محمد سعيد. إذن كان معنا محمد سعيد زميل الإعلامي بقناة الأهلية المصرية. نرجع بالزملاء ديالي هنا بالستوديو، سي حسن فتيح وكذلك سي توفيق صنهاجي. سي توفيق، بالنسبة للنجاح البطولة، كيفاش يمكن أنه المغرب ينجح هذه البطولة ويخليها استثنائية 2025؟ أولا تعرفوا بأن الجمهور المغربي شغوف بكرة القدم. المنتخب الوطني المغربي، ذكر السي حسن واحد النقطه قبيله انه كاس افريقيا التنظيم ديالها تعطي واحد الحدود للمنتخب المنظم باش يفوز، لانه تلعب في الارض ديالو وتلعب امام الجماهير ديالو. وانا تنقول بانه النتيجه اللي وصل لها المنتخب الوطني المغربي والمستوى اللي وصل ليه بالوصول ديالو لنص نهائي كاس العالم يدعو للتفاؤل من اجل التتويج بالقاب كاس افريقيا لمرات ومرات متتاليه ان شاء الله الى حدود 2030. فبالتالي الهدف هو الفوز بكاس افريقيا 2023 في كوت ديفوار، رغم انه وليد الركراكي الان تيلعب بزاف على الكلام ديالو على نصف النهائي، ولكن نتاكد بانه غادي يمشي لتما من اجل التتويج باللقب ثم الحفاظ عليه ان شاء الله لملف المغرب. ملي تنشوفوا الان التاريخ ديال الكره القدم المصريه، كان معنا السي سعيد، تاريخ ديال المنتخب المصري 7 ديال الالقاب في كاس افريقيا الامم، حنا عندنا لقب واحد. فبالتالي الى درنا عمليه حسابيه وفزنا باربعه ديال الالقاب المتتاليه فغادي نقربوا شويه لمصر، وخص يكون هذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله. لما لا اربعه؟ ماشي بزاف. واخا متفائل على مال مصر نهار ثلاثه ديال متتاليه وصلوا هما الدومي فينال لاكوب دي موند قبل. لا ما وصلوش، ما تاهلوش. ما تاهلوش، ما تاهلوش. اذا علاش غادي نحكروا راسنا؟ لا خصنا نديروا اهداف، نديروا واخا ما نقولوش. لا انا بالنسبه لي اربعه قليله، خصني نوصل نفوت سبعه، نفوت سبعه اللي عند مصر. نعم. المستوى اللي وصلت ليه نص نهائي كاس العالم. متفقين السي حسن؟ لا السي توفيق شويه بزاف. واحد القصه كتذكر رجل مفرط في ايجابيتي ولا رجل مفرط في لا. هو المساله اللي كاينه، بغيت واحد السؤال اللي طرحتي عليه والاجابه اللي كانت ديال السي توفيق والسؤال ديال ما خصناش نديروا 25 استثنائيه. المغرب كان ينضم، عنده الامكانيات باش ينضم، وخصنا نشوف اطار عادي. هاد الاصوات كل شيء. لا علاش اسمح لي سي حداوي، هاد الاصوات نجاز وحنا باللي قال لي بلي كتبغي دير بلي كتكون مشغول وكتبغي دير الوحدين اخرين، ولا ربما لانك تسمع شي حاجه ما كديرش داك الشيء كيما لانك تكون في واحد الوضع ديال انا علاش قلت هذه النقطه ديال الاستثنائيه؟ لانه جميع الاحداث اللي نظم المغرب خلى انه يحطم ارقام قياسيه على مستوى التنظيم في جميع، لا سواء النقل التلفزيوني ولا مستوى الحضور الجماهيري اللي بغينا، وكذلك على مستوى داك الشيء اللي كاين في الملعب. يوسف شو النقطه الرياضيه لما باقي نوصل معنا في التعليم. واش التلميذ المجتهد كيحتاج يمشي للجريده وكيحفظ وداك الشيء راه صافي داك الشيء عنده في الدم؟ خاص شي حاجه جديده. واحد القضيه، لما نظم المغرب كاس افريقيا للسيدات العام اللي داز شفتوا النجاح كي كان بداك الحضور الجماهيري؟ حتى واحد ما كان يتوقع ذاك النجاح. كيجي تلقائي كاس افريقيا الاولمبيين، الجمهور كيفاش كان في ذاك الفينال؟ انا قلت النسخ السابقه لكاس امم افريقيا، النسخ السابقه لكاس امم افريقيا بجميع الدول المحترمه، الدول اللي انضموا بيناتهم الكاميرون في النسخه ديال الماضيه، ما كانش ذاك الفرجه اللي اولا كاس امم افريقيا كاس قاريه، مازال ما كنشوف كاس اسيا كتشوف واحد شويه الكره، كتشوف او الحضور الجماهيري كذلك، كتشوف كاس امم اوروبا كتشوف الكره وكتشوف الحضور الجماهيري. كاس امم افريقيا باقي ما رقاتش داك الشيء حنا اللي باش نتاخذوا حنا كقاره افريقيه. عندنا واحد بطوله قاريه سميتها كاس امم افريقيا اللي تعطي ذاك الصوره ديال كره القدم الجميله. سي يوسف انت شفتي واحد اليوم في المغرب كيفاش يمكن انه يرجع كيف ما خلى كرة القدم النسوية تبان بواحد المستوى كبير، خلى كرة القدم الأقل من 23 سنة تبان بواحد المستوى الكبير، كيفاش 2025 أنها ولكن داك الشيء راه ما وجدناش ليها سي حداوي، داك الشيء راه جات تلقائيا كما قال لك كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة لعب، واش هذاك الجماهير اللي ولات كتقلب على البي وكتمشي تتفرج البنات البنات كاع اللي ربما ماشي هذا بين قوسين كنقصوا من القيمة ديالها، ولكن حنا في البلد ديالنا أن رياضة النسوية ما كانتش كتحظى بديك المتابعة الجماهيرية. المتابعة الإعلامية
عالميه بجوج وليت كتلقى 80,000 في هذيك المدرجات. وتخيل هذيك كاس افريقيا ديال النساء النساء جعلت انه الافريقيا الكاف تعطيك النسخه ديال 2024 لانه عمر شي نسخه ديال كاس افريقيا السيدات محققات النجاح اللي حققته ديال المغرب. هذه وحده. ثانيا باش نسولاجي ونجاوب مباشره على السؤال ديالك. انا مسولاجي اخويا انا شوف انا كنسول الملعب ديال طنجه والملعب ديال الرباط كيفاش تكون الحله ديالهم. شوف الان يعني ريهان دوله الجامعه واقفه على شغلها بالنسبه للبناء والدوله المغربيه وسيدنا واقفين على تبناء هذه الملاعب ويتشهدوا في احسن حله. يعني داك الشيء اللي غادي يكون في مركب الامير مولاي عبد الله في المركب ديال طنجه غادي يعطينا صوره رائعه للملاعب مودرن عصريه في المغرب. دونك ضروري من التنظيم غادي يكون بشكل رائع. النقل التلفزيوني ما غاديش يخطا يكون احسن نقل ممكن. راه بطبيعه الحال الكاف عندها عروض تنتسناو الان يعني غالبا غتكون اس ان ار تي اللي غادي تاخذ لنا الثقه ديال عندها الماتيريال حسن راه يمكن يجاوبنا على هاد المسائل. هذا بالنسبه بل نساو شي بانه بالنسبه للاعلام الان ربما القطب العمومي اللي غتكون العمل اللي غيكون على المجال الرياضي للسي فيصل العريشي اللي كنظن عنده تصور للمستقبل في هاد النقطه هي ديال 2025 وتضاورات اخرى. وكنظن بانه راه ما يمكنش تصوروا اننا نروج واحد الاعلام واحد المنتوج ديالنا الا ما كانش واحد الاعلام مواكب. والان انا كما قلنا غتكون بروفا المغرب على مستوى الرياضي ولكن غتكون بروفا ايضا الاعلام ديالنا. وكنظن بانه كاين الان اصبحنا امكانيات كنشوفوا النقل التلفزيوني اللي كيكون بانتاج محلي من خلال العديد من الوسائل اللي كتستعمل باش نقول لنا المقابلات. كانت المقابلات كتلقى بربعه الكاميرات دابا 12 كاميرا درون مسائل هذيك. وربما كاين حتى اضافات اخرى اللي تقدر تكون بدل الان. كنظن انه العنصر المغربي او الاعلامي او المشرفين على الانتاج ديال المنتوج الرياضي واعي بهذه المساله. كاين راه واحد التحسن كبير بين ما كان وما هو كائن وما ينبغي ان يكون كذلك خلال المستقبل. وكنظن انه غادي يكون في 2025 اعلاميا غتكون القنوات ديالنا ثم واحد اطار القطب العمومي. نقطه اخرى سياحيا لما تحتضن المغرب تظاهره راه المنتخبات الافريقيه الجماهير ديالها تبغي تجي لعندك بشكل كبير. انا هضرنا على الملاعب القوه ديال الفنادق هضرنا على الاعلام وهضرتي دابا على السياحه. كمل في السياحه السي توفيق. هادو ثلاثه العوامل ديال النجاح. السياحه عندك المغرب تنعرفوا بانه ارض الكرم ارض الجود. يعني لما تتصادف شعوب تتصادف جماهير ديال المنتخبات تيجيو تحسوا بانهم في بلدهم الثاني. جميع المنتخبات الافريقيه جميع الدول اللي غادي يجيو جميع المنتخبات اللي غادي يمكن تشارك. ثم بطبيعه الحال المغرب ايضا قبله وجهه سياحيه من اوروبا. كاس افريقيا تنظم عندك في المغرب مجموعه من لي زاجون مجموعه من الجماهير بيتيتر اوروبيه اللي تجي تراقب لاعبين هنا في المغرب. القرب الجغرافي بطبيعه الحال تجي عندك المغرب حسن ما تمشي لدوله اخرى جو نسي با في وسط افريقيا. خليك في وسط افريقيا سي غادي يمشي عند سيف الدين بلغيتي كيقول لي فاصل وغادي نرجع نكمل لنا الحصه لغايه السادسه مساء مع السي حسن فتيح وتوفيق صناجي. سيف الدين لبس الجاكيط اخويا اسمح لينا على كليم. اسمح لينا سي سيف الدين المخرج ديالنا في هذا الحصه من برنامج الصوت رضا مباشره على اصوات. ومعنا كيف ما تابعتوا في الساعه الاولى سي حسن فتيح زميل صحفي وكذلك الناقد الرياضي والاستاذ الجامعي سي توفيق صناجي. اذا بعد تعليق ديالنا في صفحه برنامج الصوت الرياضه على الفيسبوك عبد الرحمن عقيش واش تونس صوتت ضد المغرب؟ لا كان الاجماع الصوت بالاجماع الفوز المغرب كان باجماع الاعضاء ديال المكتب التنفيذي. اعلامنا غدا تحيه للصحفي الحداوي وتحيه للضيوف الاستاذين حسن فتيح وتوفيق صناجي. تحيه لك اخويا. رضا قدوري يجب العمل على تطوير القنوات التلفزيونيه الرياضيه في السنوات المقبله للمساهمه في انجاح التظاهرات الرياضيه. هذه النقطه هذه كيفاش ممكن تجاوب على السي حسن ديال رضا قدوري قبل ما نكمل باقي التعليق ديال يقول لك كيفاش في هذه السنوات المقبلة يجب العمل على تطوير القنوات التلفزية الرياضية للمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية. ربما هذا تحدثت عليه ولكن ما تحشتش عليه بالتفصيل. كنظن بأنه بالنسبة للنقل التلفزيوني لأننا أولا راه الإشعاع ديال واحد العمل اللي كيدار ما يمكن يكون إلا عبر وسائل الإعلام خصوصا وسائل الإعلام البصري لأنه التلفزيونات كتكون واحد الصورة اللي كتقدم على المنتوج. ما يمكنش منتوج
يكون واخا تكون الكره دايره في التيران واخا تكون دايره في المدرجات واحد الفرجه اللي هي هذيك الا ما كانش واحد التلفازه اللي كتنقل بواحد الادوات التقنيه وبواحد شكل متطور ولكن ايضا باناس محترفين اللي كيستعملوا هذه الوسائل من اجل واحد الهدف اللي هو انه ملي كيتفرج واحد الانسان برا كيعجبو هذاك المنتوج لان ذاك الابهار على مستوى المشاهده على مستوى الصوره راه كيكون عنده واحد الامباكت كبير على مستوى العالمي هذا اذا ما يمكنش اننا نكون منتخب وصل نصف نهايه كاس العالم دوله نظمت العديد من التظاهرات ومرشح وكانت هذيك التظاهرات بمثابه ايضا بروفا لانه ما نساوش هي كاس العالم للشبان كاس العالم الانديه الشان كاس العالم هذا كان منتوج تم انتاجه بواسطه الادوات ديال لاسيرتي كيما شرتي واللي ربما تحولت من كانت المنتوج كيتنقل بستات الكاميرات او اربعه او خمسه الان راه ربما 15 كاميرا او اكثر اللي كتلقى طاقم ربما كاين الانسان ولا واحد الطواقم اللي كيكونوا رودي على هذا وكنظن انه هذا ما كيخليناش انا نوقفوا في هذه اللحظه ما نساوش كما قلت لك بانه راه لا سينارتي او القنوات الثلاث القناه الثانيه والقناه الرياضيه وايضا قناه ميديا غيدخلوا في القطب العمومي واذا غيكون واحد العمل مشترك من خلال خيره الصحفيين ومن خيره اللي كيقدموا المنتوج ديالنا احسن تقديم وكنظن ان هذه فرصه 2024 غيبدا القطب 2025 تتم كاس افريقيا من بعد 2025 غتكون تظاهرات اخرى اللي غينظمها المغرب وغتكون كل شيء هادشي في افق 2030 والترشيح ديال المغرب اذا راه واحد المحطات اللي هي مهمه ومهمه جدا اكيد ان التفكير فيها كاين العمل كاين كاين تجربه كاين ولكن باقي اشياء اللي خاصها تخدم عليها بطبيعه الحال هذا شيء طبيعي تخدم باش نزيدوا المستوى لانه الانسان اللي كيقول انا وصلت راه ساله خصو يمشي يعتاز دائما الانسان ربما كاين تجارب واكيد انه كنظن هذه فكره بالنسبه للاخوان اللي غيشتغلوا على التظاهرات ما فيها باس انه اضافه للتجربه اللي عندهم والامكانيات اللي عندهم انا كنهضر على الأكفاء أنهم يمشيوا ويديروا دورات تكوينية قبل هذه التظاهرات كاين بزاف الدول اللي سبقتنا مثلا في هذا المجال أو عندها سبق حنا ما كنحشموش في هذا الإطار هذا الإنسان دائما كيتعلم وكنظن بأنه هذه تعطى فرصة لا كأس 2025 ولا أيضا كأس العالم إن شاء الله اللي كنتمنى أن تكون إسبانيا والمغرب إن شاء الله هو الشيء اللي كنتمنى محمد باك باشي نتمنى يكون نطقت الاسم صحيح كرة القدم الوطنية والبنية التحتية تسير في طريقها الصحيح بقيادة فوزي القجاو حتى الإذاعة الوطنية تحتاج العمل الكبير من أجل منافسة القنوات العالمية كتقول القناة الوطنية الإذاعة بوحدها والقنوات الإذاعة كنقول كنتكلموا على الراديو فمن أجل منافسة القنوات العالمية الرياضية الإعلام المرئي والمسموع ما زال في صفوف متأخرة نحتاج إلى تأطير معلقين ونحتاج إلى قنوات إعلامية رياضية احترافية هو الشيء اللي كنتكلموا فيه حاليا مع السي حسن فتيح إعلامنا غدا المغرب يبتعد بسنوات ضوئية عن الذين لا يجدون عزاء لهزائمهم سوى الحديث عن الكوارث والفشل بطبيعة الحال رضا قدوري بصراحة بغينا دوزن سبور ميديان سبور ولما لا أصوات سبور مرحبا إن شاء الله علاش لا ما بين مالونغو إسماعيل الجمعي يعلن عدم ترشحه لرئاسة فريق المغرب الفاسي وتشكيل لجنة لتسيير الفريق حتى عقد الجامعة هذا خبر كله همه عثمان جليل تفكرت نهار الحد وتفكرت في الرجاء ضد خريف كامع الربعة وكيبان غير نصف تيران عصام الرقي ومستوى شنو مستوى رقي الى حفيظي ذريتين هذا التعليق ديالي على النقل ديال جوزيف اللي كتدخل البطوله الوطنيه نعم اكيد نرجع عند السي توفيق الصناجي كنا كنتكلموا على الجانب السياحي كنظن انه كملتوا لا مازال مشينا حاجه اخرى سي توفيق لان خلينا داكشي فين وقفتي تكمل فيه فكنظن انه الجانب السياحي سي توفيق غادي يكون جانب مهم اللي يمكن انه ينجح هاد البطوله ديال كاس امم افريقيا 2025 بتنظيم مثلا ما تبعناه وما عشناه في قطر في كاس العالم 2022 كنشوفوا
تنظيم مهرجانات خاصة بتعريف بدولة قطر. يعني تابعنا مجموعة من الأحداث اللي كتبين هذيك المدينة ولا هذيك البلد اللي محتضنة نسخة من كأس العالم. المغرب كنظن أنه بين أمور اللي يمكن أنه تجيب السياح, وإحنا بلد سياحي أكيد لأنه الناس في أوروبا وإفريقيا كذلك جنوب الصحراء وحتى شمال إفريقيا كيبغي يجيو للمغرب, وإحنا أصلا ما كان سخاوش أننا نخرجوا من المغرب. كنمشيو كتمشي لمراكش, كتمشي لأكادير, كتمشي لطنجة باش دوز الكونجي ديالك. فكنظن أنه النقطة القوية لإنجاح هذه النسخة 2025 هو كذلك الجانب السياحي. طبيعة الحال يعني انت تتكلم على اشياء واللي يمكن تنظم بالموازاة مع كأس افريقيا واللي تساهم في استغلال تنظيم كأس افريقيا للترويج بشكل كبير لاسم المغرب والكأس العالم طبيعة الحال. فالتوقيت ايضا ما ننساوش توقيت مناسب جدا ديال فصل الصيف, يعني فصل الصيف يغري بمجيء السياح او الغري السياح انهم يجيو البلد مثل المغرب. طبيعة الحال يمكن يكون هناك سياح أوروبيين بشكل قوي لأنه يجيوا يتأكدوا أيضا من قيمة التنظيم في المغرب, وهم اللي تيراهنوا على هذا الملف المشترك مع يعني إسبانيا والبرتغال. المغرب إسبانيا والبرتغال كأس العالم, الأوروبيين يبغيوا يجيوا يكتشفوا يشوفوا فين وصل المغرب في التنظيم غيالما, ويشوفوا المدن المغربيه والتطور ديالها ولا فخاستركتور كما قلنا التقدم ديالها بشكل كبير, وايضا يلقاو مهرجانات كيف ما ذكرتي موازيه اللي ممكن تخليهم ناشطين في المتابعه ديالهم لكاس افريقيا الامم. لذلك فوزاره السياحه وايضا المكاتب يعني السياحيه مطالبه ايضا بالتفكير بشكل جدي في تنظيم تظاهرات موازات مع كاس افريقيا 2025. هذا بالاضافه ما تنساوش السي داوي نقطه انه بالنسبه لشر السي توفيق نضيفوا نقاط اخرى لو الجاليه المغربيه غتكون حاضره باش تتابع كاس افريقيا الامم. ما نساوش ايضا ان البطولات كل البطولات الاوروبيه غتكون موقفه, اذا غتكون فرصه للاعبين المحترفين ان كلهم يجيو يشاركوا مع المنتخبات ديالهم. اذا هذه فكره ما يكونش عندهم مشكل مع الانديه, مشكل مع الكباب اللي كتكون جوفيه ولا كتكون فيفري. وهذه نقطه اللي بغيت نفتح فيها قوس لانه كاس العالم الانديه سيقام لاول مره في 2025 بالولايات المتحده الامريكيه, مع النهايه ديالو غادي تكون التنظيم ديال كاس افريقيا الامم. هذا فقط للناس اللي تسألوا كاين كاس العالم الانديه كاس افريقيا, ودير ذكروها وسائل الاعلام ديال الدوله المجاوره انه ممكن انه يكون هناك تغيير ما تقدمش هذا, ولكن راه كاس العالم الانديه لما هذه يسالي عاد تنظم كاس افريقيا الامم. نعم طيب كنظن ان هذه نقطه من بين النقط الايجابيه لانجاح هذه البطوله هذه. بالاضافه كنظن السي حسن الشغف ديال الجماهير المغربيه بكره القدم, كنظن انه كاين بعض المباريات اللي غتلقى فيها الملعب مملوء عن اخره, خصوصا المباريات اللي كتعرف تواجد دول الشقيقه العربيه مصر الجزائر كذلك تونس, هذا بغير الحديث عن المنتخب الوطني المغربي. فكنظن انه بين النقط الاخرى اللي غنتكلموا عليها لانجاح هذا الحدث الرياضي هي الشغف الجماهير اللي كتعرفوا الجماهير المغربيه. الشغف المحلي هذا مكتسب, المكسب الاخر اللي غيكون هو انه غيجيو جالي كل المنتخبات غتكون مرفوقه بالجماهير ديالو. علاش؟ لانه كما شرنا قبيله النقل على مستوى الجويه او جميع الوسائل ممكنه باش يجيو للمغرب. كنلاحظوا بانه المنتخبات او الفرق ملي كيلعبوا في كاس افريقيا او لعبوا في اي تظاهره افريقيه ملي كيجيو هنا كتكون بعض الاحيان كتشوف كثره الحضور كيكون كثير من الاهلي المصري ملي كيجي يلعب استثناءات قليله, ملي كيجي حضر شحال كتكون مع ديال الجماهير فرق اخرى ثاني ملي كتجيك. ما نساوش الجاليات اللي موجوده هنا المغرب, راه كاين جاليات افريقيه اللي كثيره ويمكن انها تشكل جمهور في حد ذاته للفرق ديالها. ما نساوش بانه هذه التظاهره هذه اللي غتجي التظاهره الكبيره ديال 2025 اكيد انه غيكونوا تظاهرات مشاركات اخرين ديال المغرب في كوت ديفوار ونقطه اخرى, ولكن هذه نقطه اخرى كما ذكرت انه ملي غيكون الجمهور غيجي بدع في ارضيه الملعب. شاهدنا انه الجماهير ديالنا كيفاش كانت في قطر, كيف ان ابهرت العالم استجابه بموازات النتائج اللي تحققت, ولكن عبرتنا على واحد الجو اخر. الجماهير المغربيه دائما كنا كنشوفوها مثلا في ملاعب مولك بوحمد الخامس, مولك مولاي عبد الله, في جميع الملاعب اكادير بركان, دائما كنشاهدوا بانه الجماهير اصبحت تبدع في الاحتفال وفي الاحتفاء بالفرق ديالها. وهذا شيء ربما غيزيد سنه 2025 لانه كما ذكرنا غيكون المنتخب الوطني وغتكون منتخبات من اقوى المنتخبات الافريقيه,
وكنظن بانه ما شاهدناش في تظاهرات دوليه اللي شاهدنا في دول اخرى وغنشاهدوها في المغرب وشاهدنا هذه انه دائما واخا كيكونوا منتخبات اخرى كنشاهدوا بانه الجمهور كيكون حاضر وكيتابع كنشوفوش ديك الملاعب الفارغه لانه الجماهير ما كتعنيهاش هذيك المقابله ولا ما كيعنيهاش ذاك المنتخب. نعم وهذا الدور ديال الاعلام كذلك لتحفيز الجماهير المغربيه انها تكون حاضره في الملاعب الوطنيه. طيب نتمنى واحد موفق للمغرب في تنظيم هذه النسخه هذه ومازال حلقات اخرى غادي نتكلموا فيها على التنظيم ديال المغرب لكاس امم افريقيا 2025. نمشيو للمباريات ديال كاس الكاف ودوري ابطال افريقيا. كاس الكاف تابعنا الامس تاهل منطقي عادي ديال فريق نهضه بركان اللي رجع بتعادل قبل اسبوعين من نيجيريا امام بيندل النيجيري وفاز عليه بدون او اقل مجهود يوم امس بهدف لصور خلاه انه يتاهل دور المجموعات سي توفيق. هنيئا اولا نهضه بركان وصل دور المجموعات يعني على جدار استحقاق التاهيل ديالو على حساب فريق بيندل النيجيري تعادل معاه 2-2 في مباراه ديال الذهاب في نيجيريا كان اخطا واحد الخطوه كبيره من خلال تسجيله الهدفين خارج ارضيه الملعب. امس زكا تلك النتيجه بانتصار ولو انه صغير ولكن مهم بزاف جعلو تحسم الامور في الشوط الاول دافع على الهدف ديالو باستماته وكسب ورقه التاهل. فريق نهضه بركان كسب خبره كبيره خلال السنوات الماضيه في كاس الكاف يعني فاز به جوج مرات فاز بالسوبر الافريقي كاس العرش جوج المرات يعني فريق اللي عنده تجربه الان وكل سنه تيحاول يزيد يتطور يزيد بروغريسي تكون هناك تغييرات من اللاعبين المدرب ولكن هذا السنه يعني حافظ على المدرب اللي توج معاه بلقب كاس العرش خاض كاس الاتحاد الافريقي يعني كاس كونفدرالي الان بنجاح الدور الاول التمهيدي توصل دور المجموعات فهو غادي في خطى جيده. بالنسبه للتنظيم ايضا وحنا تنتناقشوا على مساله تنظيم كاس افريقيا فشوف مثلا ملعب ديال بركان خلال هاد السنوات الاخيره يعني منذ يعني الانشاء ديالو والصعود ديال نهضه بركان دائما المباريات تكون مباريات جميله انك تتابع على ذاك الارضيه ديال الملعب نقل تلفازي ايضا فملعب مثل هذاك فقط هو صغير وعطانا يعني واحد الحله جيده في المتابعه ديال المباريات نعم. افضل بكثير من الملاعب عند دول مجاوره اللي شاهدنا فيهم كاس افريقيا ديال الشان ومالي فهنا تبين التجربه اللي عند المغرب يعني حتى في المنافسات ديال الانديه راه تيكون هناك تنظيم جيد. شفنا ايضا الوداد الرياضي في مركب واحد الخميس التنظيم كيفاش يكون رائع ديال المباريات فهادشي اللي بغيت نوصل ليه هو انه من هنا ل 2025 ولا من هنا ل 2030 هناك مجموعه من البروفات مجموعه من التظاهرات مجموعه من الاحداث المباريات اللي تتخليك انه دائما تيكون عندك واحد الحضور جماهيري قوي واحد الشغف واحد النقل تلفزيوني واحد الاشاعه على البلد اللي تجعل دائما بانه انت تتنجح تنظيميا وتتزيد تبين وتستافد وتتعلم من كل مباراه في حد ذاتها من كل تنظيم من اجل يعني واحد التنظيم اللي يكون راقي في نهايه المطاف. نهضة بركان البارح رغم انه قلنا تاهل باقل مجهود بهدف اللي صفر وربما حاول انه يجاري ذاك الماتش امام فريق بندل النيجيري ولكن بعض كيقول انه فريق نهضه بركان صعيب انه يمشي حتى اللقب يعني دابا تاهل دور المجموعات ولحسن الحظ الانديه هذا الموسم هذا تعفات من الدور التمهيدي الثاني الدور 32 المكرر فواش نقول انه المستوى الحالي ديال نهضه بركان يشفع عليه انه يمشيو للنهائي ديال هذه المسابقه ويدافع على اللقب كيف ما فاز به السنه ما قبل الماضيه. اولا ما كنقيسوش المقدوره ديال الفريق بانه يمشي لواحد الحد في تظاهره معينه بمقابله وحده او جوج مقابلات لا في بعض الاحيان كنشوفوا العديد من الفرق. المنتخب الايطالي سنه 82 كان اضعف منتخب وكان غيتقصى صدق هو اللي فاز بكاس العالم. نعم اذا بعض الاحيان انا كنعطي هذا المثال باش نبين انه ربما كما كيقولوا لابيتي فيا او مونجور كاين بعض الفريق اللي كيكون في واحد اللحظه معينه كيكون ربما الاسباب معينه ما كيكونش في ذاك المستوى الكبير ولكن مع توالي الدورات كاين حتى الجانب النفسي فريق ملي كينتصر في المقابله الاولى وكيدوز للمقابله الثانيه وكيعود عنده الطبع وكيشوف راسه قرب لواحد المرحله اللي مهمه على مستوى الكاس الافريقي راه كيولي فريق اخر بغينا ولا ما بغينا شيء راه ما يمكنش اننا دائما نكونوا سلبيين ونقولوا لا ربح بواحد الزيرو ولقى صعوبه لا نشوفوا كسميتو تسلسل وكما قال سي توفيق الفرق المغربيه نهضه بركان
الرجاء البيضاوي سميتو الوداد البيضاوي الجيش الملكي. هذه فرق اللي اكتسبت راه الفرق المغربيه خلال السنين الاخيره اكتسبت الحرفه اللي بغينا بهذا المعنى. هذه راه الحضور المغربي على مستوى النهائيات كاس كاف وكاس تشامبيونز ليغ راه ما كانش بهذا الشكل. راه سنوات كنا ديما ما كنفوتوش الدور الاول الدور الثاني كل شيء كيمشي. الان الفرق المغربيه ولات كتعرف كيفاش كتعامل وفي بعض الاحيان كما قلت لك كنجيو في الاول كنقولوا راه ربما حتى واحد ما يوصل ولكن في نهايه المطاف كنلقاو بان هذا وصل النهايه وهذا وصل نصف النهايه وهذا وصل. اذا نعطيو الثقه ونكون فقط تشجيع ونخليو نامنوا بان اي مقابله كتلعب ذهبا وايابا وكتلعب في 90 دقيقه. ما فيها باس انه الانتقادات تكون بعض الاحيان الانتقادات البناءه للفرق ديالنا. وما نساوش راه هذه الفرق لا نهضت بركان ولا الوداد ولا حسني ولا اي فرقه ملي كتلعب على المستوى الخارجي راه كتمثل المغرب. راه ما بقاتش كتمثل ما نكونوش متعصبين وواحد الفريق نتعاملوا معاه بانه نبغيو ليه التقسى ولا هذيك. لا راه كيمثل المغرب وكيمثل الكره المغربيه واي لقب كيحقوا راه ماشي لهذاك الفريق راه الكره المغربيه بصفه عامه. مشيو للوداد الرياضي والجيش الملكي جوج مباريات هامه اليوم. الجيش الملكي امام نجم الساحلي التونسي قمه مباريات الدور التمهيدي المؤهل دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. النجم الساحلي التونسي فاز مباراه الذهاب بهدف للصفر والمباراه الاياب غتكون اليوم مع 7:30 ملعب مراكش الكبير. مع 8 المركب الرياضي محمد الخامس غادي يستضيف لقاء الوداد الرياضي وحافيا كوناكري الغيني. لقاء الذهاب كان قبل اسبوعين تعادل 1-1. من بعد الفاصل نرجعوا لهذه المباراتين بجوج مع الزملاء سي حسن فتيح وكذلك توفيق الصناجي مباشره على اصوات. موصلي معكم مستمعي الكرام هذه الحصه لغايه السادسه مساء في الجزء الاخير غنتكلموا على مباراتي الوداد الرياضي والجيش الملكي. الوداد امام حافيا كوناكري هنا بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء انطلاقا من الساعه 8 ليلا. والجيش الملكي راح على الى مدينه مراكش من اجل مواجهه فريق النجم الساحلي التونسي. والجماهير العسكريه تتقاطر على مدينه مراكش عبر القطارات ووسائل النقل الاخرى قابلت بعضهم اليوم في قطار متجه الى مدينه مراكش قادم من الرباط. يعني غاديين بشكل جيد يعني ما كاينش هناك احداث اللي كتبان انه خارج السيطره. فكيبين انه فريق الجيش الملكي الجماهير ديالو غدا باش تساندوا في هذه المباراة اللي كتبقى مباراة مصيرية ومهمة للفريق خلال هذا الموسم. ربما يمكن نعتبرها مباراة نهائي أمام فريق من حجم النجم الساحلي التونسي اللي ما كانش بداك المستوى ديال النجم الساحلي التونسي اللي كنعرفوا. كان الجيش الملكي أفضل في ذلك المباراة. ما عرفتش واش تتفق معي سي حسن أنه المباراة الذهاب المفروض أن فريق الجيش الملكي كان يرجع من تونس منتصر عوض أنه يكون منهزم ويقلب على دابا الانتصار في مباراة اليوم. الشيء اكيد هو انه فريق الجيش الملكي كما قلنا لعب مقابله جيده كان بامكانه لانه فريق الجيش كنشوفوا لهاد السنوات الاخيره بوجه اخر. الدليل انه فاز بالبطوله الموسم الماضي يستعد لنغمه الالقاب والان يبحث عن تتويج الافريقي. كنظن بان ربما تدبير المقابله خلال الذهاب ما كانش بالشكل اللي هو خصو يكون. وما نساو شيء ان الفرق التونسيه النجم الساحلي وبعض الفرق هي عندها تجربه افريقيه كذلك وبعض الاحيان كتعرف كيفاش تتعامل مع المقابلات باش تحقق النتيجه ماشي على مستوى الاداء ولا. وهذا هو ربما اللي ما عرفش لفريق الجيش الملكي. كنتمناو على اليوم يكون فريق الجيش الملكي مساند من جماهيره في ملعب كبير ديال مدينه مراكش انه يحقق النتيجه المطلوبه. واحد الصفر نتيجه صعبه وسهله في نفس الوقت لانه يقدر فريق الجيش الملكي يسجل هدف او يسجل هدفين وينتصر خلال المقابله. ولكن التخوف بعض الاحيان كيكون الى الفريق الخصم سجل هدف او لا شيء من هذا القبيل وهذا الشيء ما كنتمناه شيء. كنظن انه فريق الجيش الملكي عارف اللي عليه وكما قلتي انه القطارات اليوم راه كانت الحركيه كبيره بين مدينه الرباط والمدن الاخرى لان الجماهير ديال الفريق الجيش الملكي ماشي في الرباط بوحدو كانت متجهه لمدينه مراكش. وكنظن يجب ان تسود الروح الرياضيه دائما لانه قلتي كتمر في واحد الاجواء ديال الانضباط وهذا هو اللي بغيناه يكون في الكؤوس الافريقيه ولا في الكؤوس في البطوله العاديه. طيب سي توفيق باش نرجعوا لمباراه الذهب ونمشيو مباشره للمباراه ديال اليوم. شنو اللي خلى انه فريق الجيش الملكي انهزم؟ واش الثقه؟ واش المدرب اللي ضيع الفرصه على الفريق باشراكه مجموعه من اللاعبين اللي كنظن انه كان يشرك البعض منهم في بدايه المباراه ولا الطريقه باش لعب؟ يعني شنو اللي كان خلى انه فريق الجيش الملكي خسر ذاك الماتش؟ اولا الجيش الملكي لعب خارج ارضيه الميدان امام جمهور قوي ديال النجم الساحلي. فدائما ملي تلعب خارج ارضيه الميدان تتكون كيكون واحد الضغط ديال الملعب ديال الجمهور
هذه من ناحيه من ولكن شفنا على اطوار المباراه الجيش الملكي ما انا جاي انا جاي الجيش الملكي قدم مباراه جيده اللي كان ناقص هو النجاح ليفيكاسيتي يعني صحيح انه الجيش الملكي عنده مجموعه من اللاعبين قوى الصفوف ديالو هذا الموسم لاعبين متميزين فازوا باللقب ديال البطوله استقرار تقني موجود ولكن راك لاعب خارج الميدان ديالك داك الضغط النفسي تيجعلك انك ما تكونش افيكاس بارفوا دوفون لي بوت هذه من ناحيه من ناحيه اخرى على شتي الهدف اللي سجلوه النجم الساحلي رجع من بلاريتي تعرفوا الكاليبر ديال لي جوار التونيزيان الطوله ديالهم وتيلعبوا على لي بازاريتي بشكل كبير كورنر ماركا وسجلوا به هدف ديال وكان غادي ماركي بنفس الطريقه هذا شيء اللي الان الجيش الملكي خصو المفروض يكون خدم عليه خلال هذه الفتره المباراه الذهاب الاياب هو انه يكون تمركز اللاعبين المدافعين بشكل جيد خصوصا ملي تكون يعني الكره ثابته عند الفريق الخصم التونسي تعرفوا طول القامه ديال اللاعبين التونسيين وكيفاش تموضعوا مزيان دوفون لي بوت ديالك وكيفاش ممكن انهم يرتقيوا يسجلوا عليك اهداف من لي بالزاريتي سي كشوز اللي هما تيخدموها بشكل كبير ودائما ماشي غير النجم الساحلي مجموعه من الانديه التونسيه الكره التونسيه معروفه بالكره الثابته على هذه المساله هذه دونك انت بالمقابل خاص تكون افيكاس لما تتاح لك الفرص ما خصكش تراطيني لي زوكازيون خصوصا اذا كانوا فرص سانحه للجيل حدا دوفون لي بوت ديال لادفيرسير تنخلق فرص تجيل سي باسكي مونك بالنسبه للشمالكي تيقدروا يلعبوا تكنيكمون مزيان يدوروا كره بيناتهم ولكن داك الشيء كره الشبكه ما كاينش فوالا دونك هذا الشيء نورمالمون هذه المراجعه ديال الاوراق اللي تنتكلموا عليها مع العلم انا في البطوله راه كيماركيو كاين راه تنهضروا البطوله ولا النجم الساحلي راه ماشي ذاك الخصم اللي يمكن يخلع الجيش الملكي باش نكونوا واقعيين الجيش الملكي ماشي شنا في الوسط الالي بيان سور والهزيمه ديال 1-0 ما يمكن تكون الا محفز انك تسجل هذا لان راك ما هزمتيش بثلاثه ولا باربعه ولا بجوج ولا هذا يعني 1-0 ممكن تفادي ديالها تسجل هدف ترجع شويه دير لي كونتر اتاك راك ممكن الا كانت الانتيليجونس ممكن يدوز الجيش الملكي عنده جميع الخطوط باش يدوز البروشات رحيل مدينه مراكش واش ما غاديش يكونش مشكل السي حسن بالنسبه لفريق الجيش الملكي انه يلعب بالطريقه اللي مولف انه يلعب بها في ملعب المجمع الرياضي الامير مولى عبد الله يعني اغلاق واصلاح الملعب المجمع الرياضي الامير مولى عبد الله واش ما يمكنش يكون نقطه سلبيه بالنسبه لفريق الجيش الملكي مع العلم انه في البطوله كيلعب في ملعب البشير بالمحمديه الان ملعب البشير بالمحمديه ماشي امورلوجي من الكاف وبالتالي رحل لمدينه مراكش واش النقطه ما تكون بالنسبه للجيش وما كندوش سعيد انه المواصفات ديال الملعب اللي كتحدد الطريقه ديال اللاعب اكيد انه ربما في بعض الفرق كتولف الملعب ديالها كيعودوا دوك لي زوتومات حتى البعد لي زوتومات المحمديه قريبه الرباط شوف الحمد لله دابا حنا كنا كنهضروا على كاس العالم وكنهضروا على لي موان ترونسبور على وسائل النقل راه ما بقاتش هذه الصعوبه هذه الملعب الان ساعه ثلاث سوايع انت في مدينه مراكش بالسيارات نفس الشيء 4 السوايع كاع الانسان غادي ربما رحله وفي نفس الوقت غادي كيديرها يوقف يتغدى اذا كنظن بانه مجموعه من المواصفات المهم في هذا الشيء هو انه الفريق يكون مستعد ما يكونش واحد التخوف من المقابله ديال الذهاب والخوف من النتيجه ديالها انه ينسى ديك المقابله ويلعب مقابله اخرى اللي كتعطيه انه يحق فيها الانتصار بواحد الحصه مريحه كاين الدفء ديال الجماهير اللي غتكون معاه في الملعب ديالو في الملعب ديال مراكش واكيد انه تربى الجماهير مراكشيه راه غتجي تحضر وغتشجع فريق الجيش الملكي ما كنظنش بانه انا مبدئيا كنظن فريق الجيش الملكي رغم صعوبه فريق الجيش الساحلي كنظن بانه التاهل ممكن فقط الى ما بقيناش مسكونين بنتيجه الذهاب وعلاش خسرنا المقابله ذهبا وكنا نربحوك لا دابا سالت هذيك المرحله خصنا نبداو المرحله الجديده هي مقابله تبدا مع 7:30 وغتسالي من بعد ساعه ونص من بعد ذلك نعم طيب كيفاش كتصور الطريقه اللي غيلعب بها نبي مدير فريق الجيش الملكي مع العلم انه فريق النجم الساحلي التونسي كيف ما كتعرف راه هو منتصر يعني غادي يتسنى من المفروض الله اعلم غيتسنى الفريق الجيش الملكي وغادي يلعب على المرتدات فكيفاش كتصور المباراه غادي تدوز من طرف المدرب فريق الجيش الملكي واللي غيقال اكيد ان القراءه اللي كيقراها المدرب ديال الفريق التونسي غيقراها المدرب ديال فريق الجيش الملكي اللي عنده نتيجه ورابح غيحاول انه يحافظ على النتيجه وربما بالدفاع ويعتمد انه على الخطه الموضه
ضد لانه غيعرف الدفاع ديال فريق الجيش الملكي بحث على الهدف، ولكن كنظن بانه الهجوم ديال فريق الجيش الملكي والمدرب ديال فريق الجيش الملكي خاص يكون الهجوم يكون كل الامور مضبوطه. اولا التحكم في وسط الميدان هذا شيء اكيد، الهجوم اللي يكون ما يكونش تكون السرعه ولكن ما تكونش التسرع، لانه الهدف واحد على الاقل النقطه الاولى اللي خصو يبدا بها فريق الجيش الملكي انه خصو يسجل هو الاول ويسجل الهدف اللي غيعادل لي النتيجه ويبحث بعد ذلك الهدف الثاني. واكيد انه لو سجل الهدف الاول والثاني فريق التونسي ما غيبقاش في الخطه اللي كان واقف عليها في غيخرج للبلان بي ديالو اللي كيديروا. وكنظن بانه فقط انه اللاعبين يلعبوا برزانه يلعبوا وهما واعين بانه امام خصم عنده قيمته على المستوى الافريقي وعلى مستوى البطوله التونسيه، راه ماشي فريق سهل نجم الساحل. كيبقى بالاسم الاسم راه كيخلع بعد خطرات اكيد. سي توفيق، فريق الجيش الملكي فين كتبان لك نقاط القوه ديالو في مباراه اليوم بالنظر لما بعد مباراه الهزيمه النجم الساحلي التونسي لعب جوج مباريات في الدوري الوطني الاحترافي انتصر فيهم بجوج، ففين كتبان لك نقطه القوه ديال فريق الجيش الملكي امام ما تبعناه من اداء من فريق النجم الساحلي التونسي؟ اولا العامل النفسي غادي يكون عنده دور كبير. انت تلعب الان في الميدان ديالك رغم انك مشيتي لمراكش ولكن الجمهور كما قلتي غادي يساندك من الرباط، الكل واقف معك، فضروري ما يكون هناك جمهور غفير جدا لانه جميع الانصار ديال الجيش الملكي والفريق والمكونات ديالو طامحه انها تدوز هذه المره لدور المجموعات ونسبه الابطال تمشي بعيد، يعني هذا راه مكسب ديجا الا مشاو حتى لدور المجموعات. فبالتالي نفسيا اللاعبين يكونوا متحمسين بشكل كبير، غادي يبغيو يسجلوا يعني في البدايه ديال المباراه. فبالتالي تحكم في المباراه، تحكم في وسط الميدان، عدم الوقوع في الاخطاء الدفاعيه، التركيز خصوصا لما تكون شي كره فلتات كره ثابته عند الفريق الخصم. فالقوه ديال الفريق الشمالي ممكن تكون في التركيز ديال اللاعبين ديالو وفي النجاعه اليوم استغلال الفرص الاقصى حد تنعرفوا اذا انه يلعب في الميدان ديالو تعطي واحد العامل انه يزيد في التركيز ويزيد على القدره انه يسجل اهداف يعني من فرص اللي يمكن تحليل. طيب نتمنى حظ موفق لانه مباراه تكون صعبه ماشي سهله انه تفوز على فريق من حجم النجم الساحلي التونسي كيف ما قلنا، رغم انه الاداء ديالو ما كانش بذاك المستوى ولكن يقدر يتصيف عليك اليوم في ملعب ديال مدينه مراكش ويظهر لك اداء ما كناش كنشوفوه في مباراه السابقه. كتبقى ابرز مباراه في هذا الدور هذا دور التمهيدي قبل دور المجموعات. الوداد الرياضي امام حافية كوناكري كنتبعونا الوداد مستوى متذبذب، مره يعطيك واحد الماتش طوب، مره يعطيك ماتش يعني متوسط، مره ضعيف، كل مره كيفاش كيكون فريق الوداد الرياضي. واش نقولوا انه الان الوداد عنده كامل الحظوظ انه يتاهل لانه تعادل خارج الميدان هي نتيجه ايجابيه، سجلتي ورغم انه تسجل لك ولكن المهم انك رجعتي مسجل هدف خارج الميدان، فكيفاش كتشوف المواجهه اليوم مع حافية كوناكري بحضور جماهير كبير اللي غادي يكون استثنائي على ذكرى الواقع ديال الرادس اللي غادي تكون اليوم، فحضور اكيد غادي يكون استثنائي بالنسبه للجماهير الوداديه، فكيفاش كتشوف الماتش اليوم مع حافية كوناكري؟ المفروض انه ما يكونش مشكل بالنسبه للوداد الرياضي في المرور الى دور المجموعات خصوصا بعد النتيجه الايجابيه اللي حققها في غينيا. التعادل هدف اللي متلي سجل هدف خارج ارضيه الميدان كان منتصر، واكثر من ذلك كان بامكانه ينتصر باكثر من يعني هدف، فقط حقق التعادل اللي جاء يعني بطريقة غريبة. الوداد تحكم بشكل كبير في المباراة ديال الذهاب، وهنا تكلمنا على النجاعة، يعني الفرص اللي ضاعت ديال الوداد كانت كثيرة خصوصا في الجولة الأولى ولكن الظروف يمكن الظروف اللي لقى لها الطاقم التقني مبررات مثل الملعب مثل هذه، ولكن الملعب ملعب وراء على كل شيء. لا هما راه مولفين عارفين كيفاش يلعبوا فيه. انا ماشي كندافع على مبررات غنزين ولكن راه الا شفتي ذاك الملعب راه ما يمكنش. متفقين. وكيفاش هنا كيطرح التساؤل، اسمح لي نفتح واحد القوس سي توفيق، هنا كيطرح التساؤل كيفاش ذاك الملعب اومولوجي من الكاف بهذيك الطريقه هذا، ولعب ملعب يمكن نزرع فيه البطاطا وما تلعبش فيه كره القدم،
وملاعب عندنا هنا في المغرب ماشي أمورغي بحال ملعب البشير بحال ملعب العربي الزاولي يعني كاين ملاعب ممتازة بالنسبة لنا حنا وهذا هو ملعب المسيرة بأسفيك. شوف كيفاش الجمالية ديال أرضية الميدان مقارنة مع ذاك الملعب فكيفاش الكاف كيدير هاد المعايير ديال ما كاينش هاد القضية ديال السي يوسف. أنا في الاعتقاد ديالي المتواضع هاد المسألة هادي أنت واش ترغب في هذاك الملعب يكون أمورغي من طرف الكاف ولا لا؟ واش هادي تعيط لهم أمورغي لك هذاك الملعب شنو الملعب ديال بركان راه هومولوجي حتى هو ملعب زوين بشكل كبير ومال كاين شي فرق بين ملعب باشير كما ذكرتي ولا ملعب مسيره مع ملعب ديال بركان كاش اذا فهذا متاكد مليون في المية بانه هاد الملاعب كلهم نهار الفريق يكون باغ اكزومبل شارك ومحتاج لومولوجاسيون عند الكاف غادي يعطوها ليه غادي يجي اللجنه غادي تشاف ما يمكنش ما تأمولوجيش ملعب بحال المسيره فرق مثلا ديال الدار البيضاء الرجاء والوداد علاش ما يلعبوش في العربي الزاويه ولكن نقول واحد المساله واحد النقطه حنا تنتكلموا على 2025 تنظيم ديك كاس افريقيا ولي ستاد ماجور اللي عندك اللي مرشح بهم عندك مجمع الامير مولاي عبد الله الملعب ديال طنجه الرباط يعني اكادير مراكش الدار البيضاء هادو الملاعب اللي عندك اللي تلعب بهم كاس افريقيا للامم بالتالي فمن مصلحه المغرب انه في المسابقات الخاصه بالانديه وهنا نرجع للكلام اللي ذكرت قبيله اني نسوق ليماج اترافير ان ستاد اللي هو ماجور فلذلك فكان اللجوء الى ملعب من هاد الملاعب مثل الملعب ديال مراكش الشمالكي تضطر انه في المنافسه الافريقيه يسافر من الرباط لمراكش ولكن هذا كله في صالح ديال الاشاعه ديال كره القدم المغربيه وديال المغرب لان الملعب ديال مراكش ملعب متميز جدا فهذا هو ان تنظن هذه هي الفكره ممكن. اللي كانت ميسينا الملعب ديال القنيطره راه الان غادي يولي يولي في واحد الحله رائعه جدا ملي يكمل يعني التشييد ديالو ملي يكون جاهز 100% ممكن يتأمولوغا ويتلعب فيه فريق الشمالكي بحكم يعني قرب المسافه ما بين الرباط والقنيطره ولكن كيف ما كان الحال يعني مراكش لعبت فيها ماشي غير الجيش لعبت الوداد لعبت انديه اخرى مغربيه مشات لتما مشات لاكادير يعني تنشوفوا القيمه ديال هاد الملاعب اللي ممكن تحتضن تدورات من كاس افريقيا وكاس العالم. طيب عبد سوش واحد القضيه كتشوف واحد الجانب اخر الميكرو سي حسن نعم كتشوف على جانب الفرجه كتشوف جانب اللي كيبان لك في التيران الجمهور بارك الجمهور كيتفرج هذا الشيء هو اللي الصوره اللي كتعطى وكتسوق ولكن ما تنساوش شيء بانه رفعت الملاعب خاص ضروره ملي كنجيو في اوروبا ودول اخرى كنلقاو بانه النقل التلفزي كيكون عنده الامكانيه باش ينقل مقابله في ظروف مريحه وظروف كتسمح باش دير الفار باش دير اشياء اخرى كاين ملاعب الان اللي عندنا كتعطيك صوره ولكن ملي تجي تحط الكاميرا واش يمكن مثلا في بعض الاحيان مركبات كبيره كتجي كتحط كاميرا من وسط الجمهور الجمهور مثلا ديال الفريق المحلي بعض الاحيان انه كيتبارك عليه بيت كيتقلقوا كيبدا يضربوا في هذيك الكاميرا بحال هو مسؤول على ذاك سميتو اذا منصات صحافه اذا خاص منصات صحافيه توفر خاص في الكومونتاتور وبعد كده نعطيك واحد القضيه في الملاعب ديال المغرب باقي الان وهذه ظروف عشناها انت كتعلق على مقابله وبارك وسط الجمهور كتقول مثلا ضربه جزاء كيرقص لك واحد حداك كيقول لك هذيك بيلانتي هذيك انت صحافي انت اذا ربما في بعض الاحيان واش هذه الصوره يمكن نسوقوها حنا كنشوفوا هذا الجانب اللي هو كنعتقدوا بانه راه اللي كيعطي الصوره ولكن راه ملعب كره القدم راه كاين بعض الملاعب اللي في اوروبا شنو كيديروا ما كيجيوش الكار ما كيجيش ديال التلفزيون الخيوطه دايزين كلشي دايز كيجي فقط عاد المسائل البسيطه كاين الصوت كاين الكاميرات كلشي انستالي بور توجور ماشي اشاك كومبيتيسيون كتلقى الملعب فيه الكاميرات فيكس كيجي داك سميتو كيجمع الوسائل اللي هي باش يدير لا ديفيجو كيجي كيحطها سور بلاس وكيبدا خدام مع راسو اذا هادو اشياء باقي ربما بعض الملاعب ديالنا على مستوى الابهار راك تشوفوا من برا كيبان لك قليل مزوق من برا ولكن كنظن بان هذا العمل خصو يكون وكنتمنى انه دائما في بناء اي ملعب خاصة يتشاركوا الناس ديال الاعلام وخصوصا الناس ديال السمع ديال التلفزيون اللي كيكون عندهم حقوق البث او اي شركه اللي غتكون ديتونتريس دو دروغ ولكن في كل الحالات اسمح لي السي توفيق في كل الحالات هاد الملاعب اللي هضر عليهم السي حسن هما افضل بكثير ما تابعنا في مباراه الوداد لا على الملعب ديال غينيا فوالا الملعب اللي حضر المباراه ديال الوداد وهذا دليل كيفاش دليل علاش غينيا يمكن تحيدات لها كاس افريقيا 25 هادشي الملاعب ما عندكش طيب نرجعوا للمستوى ديال الوداد المستوى قلتيها قلتي كلمة جميلة قلتي مستوى متذبذب
يمكن الوداد تلعب بشكل كبير على الجمهور ديالها. حضور استثناء ان شاء الله يكون. متاكد بان الحضور غادي يكون واحد الحافز معنوي كبير من اجل كسب الرهان والوصول لدور المجموعات اللي هو امر عادي في المسيره ديال الوداد من 2015 الان. يعني 9 سنين متتاليه دائما دور المجموعات اكيد بالنسبه للوداد عن جداره واستحقاق. فتنظن الوداد حقق نتيجه ايجابيه في حافيه كوناكري، ماشي هو ذاك الخصم اللي يمكن يخلعنا ويخلع الوداد رغم التذبذب في المستوى اللي عايشه الوداد خلال يعني الاسابيع الماضيه، واللي نتمناو انه يتحسن مع المستوى ديالو مع مرور الوقت مع مرور المباريات. تكون هذه الانطلاقه بتاتر المباراه ديال اليوم حافز انه المستوى يتحسن ويمشيوا لقدام يشوفوا اللاعبين بانهم راه عندهم الان وصلوا لدور المجموعات مقبلين على مباريات قويه جدا خصوم من عيار ثقيل. نتمنى انه ندوز بعد المباراه ديال اليوم بسلام، يكسب الوداد عن جدار واستحقاق التاهل ديالو، من بعد يفكر بشكل كبير في التطور ديال المستوى ديالو. ايضا يعني ما نساوش بانه داخل على الدوري الافريقي ومواجهه اخرى امام انيمبا نيجيريا. نعم سي حسن، ربما الكل كيتحدث على عادل رمزي، هو اللي موضوع في الصوره. عادل رمزي باقي ما عطاش ديك اللمسه لفريق الوداد الرياضي، ولكن في نظرك انت كمتابع الخبره ديالك المتابعه ديال اللقاءات والانديه وخصوصا فريق الوداد الرياضي اللي كنتكلموا عليه اللحظه، واش عادل رمزي فعلا باقي ما لقاش داك الشيء اللي كيقلب عليه فريق الوداد الرياضي، او لا هو صعيب عليه انه يلقى داك الشيء اللي تشبع به في هولندا يلقاه في فريق الوداد الرياضي بحجم اللاعبين اللي كاينين حاليا في فريق الوداد، وهذا يقدر ياخذ ليه وقت كثير باش يحط دوك الافكار ديالو. لا هو يجب ان اؤمن بانه المدرب واحد الاحيان راه ماشي الماء اللي عند المدرب كامكانيات تقنيه وكامكانيات ديال تدبير الفريق هي فقط كافيه باش يحقق النتائج اللي كيبغي ولا اللي كيبغي الفريق. لانه بعض الاحيان كتكون معطيات خارجيه اللي كتحكم في الفريق، كتكون مؤثره على الفريق ايضا مؤثره على اللاعبين. وكنظن بانه بعض الاحيان حتى الضغط اللي كيكون مع البدايه على واحد المدرب معين ما كتخليهش يخدم بالشكل اللي هو باغي. ما كنلقاش باستثناءات قليله في البطوله الوطنيه شي مدرب اللي الفريق ديالو صبر عليه او المكتب المسير صبر عليه تخلى ذاك المدرب حق النتائج. احنا ما عمرنا جربنا عادل رمزي شناه كلاعب فريق الوطني في الكوكب المراكشي، ولكن ما عمرنا شناه كمثلا كانسان يدبر المرحله. السي في ديالو كيشهد لي بانه كان هاكين هادار وهادار وكتعطيه الامكانيه انه يقود فريق الوداد البيضاوي، ولكن ما نساوش بان الفرق الكبرى في المغرب لكل شيء فرق كبيره بطبيعه الحال، ولكن اللي عنده واحد الاسم بحال الوداد البيضاوي ماشي فقط تسير بناء على معطيات تقنيه معطيات ديال المدرب اللي كتكون عنده في راسه اللي قراها اللي تكون عليها، بل كتكون معطيات اخرى يجب تدبيرها ايضا، وهذا هو الشيء الجانب الصعب في تدبير الفرق الوطنيه في الكره المغربيه. وكان غير سمعتي سي حسن اسمح لي قطعتك، غير هو واش اختيار ديال السي عادل رمزي انه يجي فريق محل فريق الوداد الرياضي اللي مطالب كل سنه انه يفوز بالالقاب، كل سنه انه مطالب يحقق نتائج ايجابيه، واش ما كانش خطا استراتيجي منه؟ لانه الى البعض خصوصا الجماهير الوداديه كيديروا مقارنه بين علي رمزي ووليد الركراكي مثلا، وليد الركراكي ماشي قليلا من قيمه فريق الفتح الرياضي الرباطي، ولكن الفتح كيعطي ديك الفرصه انه المدرب اللي يجي يشتغل يجي يشتغل مرتاح، ما كاينش هناك ضغوطات، ما كاين انت ماشي مطالب اليوم باش تفوز ليا باللقب، كون ليا فريق، اعطيني لاعبين اللي يمشيوا يحترفوا كيف ما شفنا. راه شفنا مراد باطنا مشى مع مراد مع هذا وليد الركراكي راه احترف خارج المغرب، شفنا مبارك، شفنا بزاف ديال اللاعبين كانوا مع وليد الركراكي ومشاو على برا. وليد الركراكي من بعد الفتح مشى خد تجربه في قطر، جا الوداد الرياضي، يعني راكم واحد سنوات ديال التدريب. عادل رمزي راكم سنوات ديال التدريب، ولكن فريق ثاني ديال بيس فايندهوفن الهولندي ما عمره ما خد تجربه على المستوى الدوري الوطني الاحترافي لكره القدم. ولا تكلمنا حتى على وليد مازال كيديروا المقارنات، وليد الركراكي راه خد تجربه مع مدرب محلي اللي هو رشيد الطوسي في كاس امم افريقيا 2013. شوف غنختلف معك سي حداوي، نقول لك واحد القضيه. الركراكي ما يمكنش غنقولوا واحد فقط هو بوحده
هذه ماشي غادي نقلل من قيمه الناخب الوطني ولا حق نقول بانه راه كاين بعض الاحيان مجموعه من لي زانغريديون كيجتمعوا في واحد اللحظه معينه في مناسبه معينه باش كيعطيو واحد النتائج معينه. راه ما يمكنش راه ماشي غنقولوا ركراكي اسرتان طوم مع فريق الفتح الرباطي ما دارش النتائج اللي دار مع المنتخب الوطني، ولكن صبروا عليه فريق الفتح الرباطي لانه عارفين الكفاءه ديالو، كنعرفوا الكفاءه ديال المدرب ركراكي، ولكن يقدر في هذا الحين ما يديرش نتائج مثلا ايجابيه. ما غنقولوش ركراكي اللي ماشي هو مدرب، غنقول راه كتجي ظروف اخرى اللي كتكون خارج على ركراكي وكتكون مؤثره على المحيط ديال الفريق او لذاك اللي كيدرب سواء في. اذا ملي الانجاز الكبير ديال الفريق الوطني راه كانت مساهمه ديال ركراكي، كانوا لاعبين، كانت مجموعه متجانسه. غتقول لي بانه هو ما وصلناش ليكيب ناسيونال، حنا بقينا غير الوداد. لا لا عمتي حنا بغينا باش نمشيو لاتجاه انه بواحد الاحيان كيفاش 2004 المغرب كان خارج من كاس افريقيا للامم امام الانتصار امام الجزائر، عطى واحد الحافز نفسي للاعبين. لا ضد الجزائر الدور الثاني، الجزائر ملي كنا خاسرين 1-0 باقي لنا دقائق معدودات وغادي نخرجوا، صدقنا رابحين. النفسيه ديال اللاعبين كيفاش ولات؟ اذا راه كاين واحد المعطيات صغيره كتغير معطيات كبيره داخل فريق معين ولا مسار معين. اذا انا ما غاديش نجيبوا مثلا عادل رمزي ونجيبوا الوداد ونقول له الفريق كيحقق الالقاب وانت ما درتي والو، اذا راه انت المسؤول. راه كتقدر اللاعبين اللي كانوا في مستوى اخر بدنيا وتقنيا العام اللي فات راه ما غيكونوش بحال هذا العام، ماشي رمزي هو المسؤول عليهم. ويقدر مثلا بزاف المعطيات اللي كتغير وكتخلي واحد اذا اللي كاين هو انه خاص دائما تكون واحد الجهود متضافره ديال الاطراف معينه مشتركه راه الفريق الا خسر اليوم مقابله راه الكره اللي دارت فيها الربح وخسرها راه ما دارتش فيها الربح اكيد. وحنا هذا الشيء ما عرفتش لانه حنا ملي كنكونوا وسميتو الجماهير كاين البعض ما كيتقبلش هذه القضيه، خاصني الربح كل سيمانه. ايوا دابا راه واش في الحياه راه كاين السقوط كاين النجاح كاين وتا كلمه السقوط راه ما خصهاش تقلب هذه الكلمه، راه كاين واحد العطره كاين بزاف الحوايج اللي كتعطيك كتخليك تنوض سميتو. اذا راه الجماهير خصها تامن، وبعض الاحيان راه الجماهير بالحب ديالها داك الحب اللي كيكون مضر كتعرف كيرجع عكسي العكس ديال النتائج ديالو. اذا نخليو الفرق ديالنا نعاونوا حتى حنايا ونعطيو اي مدرب كيجي راه واحد خمسه ولا سته يقدر وبعدين خطرت ما ننساش واحد القضيه، فريق ملي كينهز بخمس مقابلات متتاليه راه كترسخ داخل الفريق داك الخوف من الهزيمه، وهذاك الخوف من الهزيمه هو اللي كيخلي الهزيمه تجي من بعد. اذا راه بعض الاحيان اعطي الوقت للوقت. سي توفيق عندك شي اضافه في هذه النقطه ديال عادل رمزي؟ أشوف عادل رمزي يعني لحد الآن كاين هناك تباين، كاين الرأي ديال السي حسن فاتح اللي كيتبناه واحد الفئة من الجمهور، وكاين رأي آخر اللي ذكرته قبيلة ديال المجموعة. أنا تنفضل دوز المباراة لأنه يعني الآن عندي المباراة ديال اليوم، خصنا تحفيز ديال اللاعبين، تحفيز ديال المدرب، خصنا نتيجة تلعبوا كيف ما قال السي حسن قبيلة صورة المغرب، خص الفريق ممثل كرة القدم المغربية. وفي مباراة اليوم العنصر فيها عادل رمزي. ماتنو دوز المباراة مسألة البقاء ديال رمزي أو المصير ديالو. ما كنهضرش على المصير ديالو. لا نهضر على مستوى التوحد في الوداد، ما مقتنع بالوداد، راه قلتيها مستوى متذبذب هذا الموسم. يمكن لخصتي كل شيء، حتى واحد ما مقتنع اللي سولتي في الودادين يقول لك كثير منهم يعني واحد 90% ديال الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تقول بانه لحد الان ما شافوش هذه اللمسه ديال هذا المدرب. نعم فهمتي، اذا ممكن الامور واضحه، النتائج راه كانت هزيمه امام الفتح الرباطي في الدار البيضاء الماتش الاول، جوج انتصارات ما قنعوش خصوصا انتصار امام شباب السوالم، تعادل مع نهضه بركان ب 10 ديال اللاعبين في الشوط الثاني طيله الشوط الثاني، فالتعادل مع كما قلنا مع الفريق الغيني وكان بامكانك تفوز لان الفريق كان يعني الفريق الاخر ما كانش ذاك الخصم اللي ممكن هذا يشكل عليك ذاك الخطوره الكبيره. المسار ديال الوداد لما جاء عادل رمزي كنا تنقولوا يعني البطوله العربيه حنا يلا في لونترين يلا في البريسيزون يلا في الاستعدادات جات البطوله العربيه فما يمكنش تحكم على اللاعب، كنا انا هنا في الراديو تنقول لك لا خصو ما يمكنش نحكموا على هذا المدرب، هذا خصو الوقت. نعم فهمتي، ولكن الوقت تنظن بانه داز خمسه ديال المباريات الرسميه، اربعه ديال المباريات ديال البطوله ومباراه ديال كاس افريقيا. نعم. فتنظر كان وقت من اجل استعدادها، نقولوا بان البريسيزون ما كانش ذاك الوقت كامل، فراك دخلتي على مباريات اللي يمكن
بعض المدربين تعتبرهم تكميلة للبريسيزون ديالك يعني المباراة الأولية. حتى الآن ما بانش شي حاجة تعطي داك المبشر بأنه راه الوداد غادي في مستوى جيد وممكن يكون فريق اللي يخلع القارة الإفريقية. هذا الموسم تتكلمش على المغرب تتكلم على القارة الإفريقية. لا هذا سؤال رائع جدا. لا ماشي مسؤول ورمزي رمزي أي مدرب غادي تعيط ليه وتقول لي أجي الوداد غادي راحل بالنسبة لي غادي يكون فرحان. إذا الاختيار ديال المدرب من يختار هذا المدرب بيان سور الرئيس الرئيس مسؤول. نعم واش هاد النتائج هاد النتائج اللي كدير فريق الوداد وكتحققها والتذبذب وهاد الاوصاف اللي عطيتي ليا تقييم ديال الاداء ديال فريق الوداد البيضاء واش رمزي بوحدو اللي مسؤول عليها؟ هذا هو السؤال. شوف راه انا تنقول واحد القضيه انه اولا الاختيار ديال هاد المدرب ثانيا اللاعبين اللي عندك هذه كلها مسائل اللي داخل فيها المكتب المسير اللي هو على راسه الرئيس ديال الوداد. واش كانت الاختيارات ديال اللاعبين هي هذيك واش كانت اختيارات ديال المدرب؟ ما تعطيك مثال. هذا المدرب عادل رمزي في الأخير تفاجئنا كاين واحد المساعد دياله اللي كان أحناش واللي الأخ دياله هو اللاعب سفيان أحناش ولا تلعب هذا المساعد فهو تحيد وجاء في المحل دياله مساعد مدرب آخر اللي هو بدر الدين الإدريسي اللي جاء من الإمارات. داكور شكون اللي كان جايب شكون اللي جاب هذا المساعد المدرب؟ راه جابوا عادل رمزي. وهذا المساعد المدرب سلون الكواليس عندي من طاقم تقني الوداد بانه ما كانش يعرف يدير حصه تدريبيه. فاذا شكون اللي مسؤول انك تجيب هذا اللي جبتيه النهار الاول؟ اذا الطاقم التقني كاين واحد الخلل متفقين. فاذا كاين اشياء كثيره لاعبين لما تنتكلموا على واش المسؤول عادل رمزي اختيارات ديالك ديال التشكيله في كل مباراه. انت في الدفاع مثلا ما وقفتيش على الجاهزيه ديال اللاعبين اللي عندك كل مره تدخل بعض المباريات كاين مضطر بعض المباريات اخرى مضطر اي ولكن بعض الاوقات يعني من خلال البطوله العربيه كان ممكن انك تاخذ فكره نزيد حاجه اخرى خطيره واللي تنتكلموا خلال الكثير ديال الناس يبغيو يهضموا المجال ديال المقارنه. وليد الركراكي عادل رمزي بحكم انه وليد الركراكي نجح بشكل كبير مع المنتخب الوطني والوداد الرياضي في الالقاب وكل شيء. الشيء اللي كان رائع عند وليد الركراكي واللي ما لقيناش عند حتى شي مدرب في الوداد ويمكن حتى شي واحد في المدربين المغاربه حتى اللي دازوا في المنتخب علاقته مع اللاعبين علاقه قويه لي طادي سبري اللي كاين مع اللاعبين ومحبوب جميع اللاعبين خصوصا من المنتخب الوطني واللاعبين ديال الوداد. تلقى 30 ل 40 لاعب في الحصه التدريبيه اللي عندك 30 لاعب كلهم متحمسين ما فيهم ذاك اللاعب اللي ما تيلعبش عمره ما دخل حتى شي حاجه تيمارك 3 ولا 4 في الحصص التدريبيه. واحد الرغبه واحد الطموح واللي دخل يقضي الغرض واحد الحب للمدرب ديالهم واحد لي طادي سبري خطير جدا عند الركراكي. وهذا ولكن هذا لافونتاج. انا نعطيك واحد القضيه عملاتي حسن ما كملتش واحد النقطه الله عملاتي انا عاد هذوك الله يستر عليك التوفيق. هاد النقطه اللي عند ركراكي كنا كنعترفوا بها وهاد المسائل واش غتكفي واحد النهار اللعابه ما كيعطاوش البريمات وهاد اللعابه ما كانوش في المستوى واش غتكفي بوحده الاراده الحسنه والتعامل الحسن ولا كوميونيكاسيون بوزيتيف ديال ركراكي باش تخرج نجاوبك على هاد النقطه بالذات لانه واحد نقطة رائعة عند وليد الركراكي لا في المنتخب أين المشاكل الداخلية تقدر عمرك ما تسمع لهم في الوداد واش عمرك سمعتي بأنه كان لما كان وليد الركراكي كان شي مشكل؟ وأنا متأكد بأنه الناس بعض الوقت راه كان عندهم مشاكل ولكن عمرها ما تسمعها. دابا الآن حتى إذا كان شي مشكل بينه وبين شي لاعب عمره ما يخرج الإعلام يوصل لينا احنا كإعلاميين هذا راه مشكل في حد ذاته. فهمتيش باش علاش كنقلبوا؟ احنا ما كاين ما تتوصلك حتى شي حاجه يعني انه لو مانجمنت ديالو هو الداخلي خطير. لا هادشي مزيان دابا ملي جا عادل رمزي مثلا عطاك مثال بسيط زهير مترجي وزهير مترجي بالنسبه لجمهور الوداد خاصو يكون تيتي فاز راك بارك عليك جبيو دير عصبه الابطال راه نجم منه جو بغيتي ولا كرهتي سجل لك جوج ديال الاهداف عصبه الابطال تقول لي المستوى العام اللي فات ما كانش بوحدك كيبقى واحد لعيب. توفيق سؤال شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في نهايه المطاف توفيق صناجي ولا عادل رمزي؟ اسمح لي على هذا السؤال. لا دابا كتقول لي انت بان المترجي واحد لاعب كبير هذا حكم قيمه ديالك انت. لا على مستوى الجمهور لا ما كانش الراي يدير هو لا انا غادي نسولك واحد السؤال دابا بغينا نقول لك واحد القضيه واش القرارات وهذا انت ربما واحد الانسان اللي عندك درايه استاذ جامعي تبارك الله والصحفي واش الفرق يتحكموا فيها
المسير الذي هو انتخب لهذا الغرض ويحاسب يوم الجبل العام، أم يتحكم فيها الفيسبوك وما يقال خارجها؟ شوف أنا سي حسن، أنا بغيت نجاوبك مباشرة بكل على هذه المسألة ديال زهير مترجي. أنا ماشي ضد المدرب انه ياخذ قرار في حق اللاعب مثلا نهائيا. انا الاشكال اللي عندي في المانجمنت ديالك ديال ليكيب، في المشاكل اللي يمكن تخرج الى عندك مشكل خاصة داخل. فوالا الله يجازيك بخير، ما دام سربات وخرجات هذه المشاكل راه كلشي كيفاش، راه كلشي كيفاش مصور. اكثر من ذلك السي حسن، اكثر من ذلك انه المكتب المسير شنو ما واخد حتى شي بوزيسيون في هذه المساله. لا هو عاقب اللاعب مثلا الا كان عندك مشكل، خدنا منه المدرب. اذا شنو كاين اشياء قضيناها بتركيا. فعلى اين لاعب بالنسبه للوداد تيبقى واحد القيمه، اعطاك واحد يعني كساهم بشكل كبير في واحد الالقاب، ماشي هنا الدفاع على زهير مترجي او اي حاجه، وانما واحد اللاعب اللي يعطى الالقاب راه ما يمكنش ننسى. انت دابا تخلق لك معاه مشكل في وسط هذا، ماشي غير هو، راه كاين الاسماء ديال اوناجم، كاين هو تيقول لك يعني الاسماء ديال اوناجم مثلا. اوناجم نعطيك مثال، المشكل اللي كان شنو هو ديال الدفاع، كنظن كان مشكل مع فرحان وقيلا ممكن، ولكن اوناجم سي حداوي سي توفيق. المهم اليوم ان الوداد البيضاء غيلعب مع الثمانيه، انه هذا هو اللي بغيت نقول. يوسف اللي دخلني في هذا الموضوع هذا، ما بغيتش انا ندخل خليق ديال الغرض، هذا هو اللي ماشي هو التهديد ديال الوداد كتمثل المغرب ومقابله في المتناول التعادل ذهبا ما يمكن الا الوداد. انا ما نقولش بانه خاصته راه الفوز في هذه المقابله واجب، خصو يكون في الجيب بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. نشوفوا لما بعد هذه المقابله هذه حظوظ الفريقين الجيش والوداد في التاهل. انا كنقول غيتاهلوا ان شاء الله بجوج، فريق الوداد وفريق الجيش الملكي غيتاهلوا الدور المقبل مع صعوبه شيئا ما لفريق الجيش الملكي. سي توفيق تنتوقع المفروض ان شاء الله الوداد والجيش مزيان يكون عندنا جوج ديال الفرق في دوري المجموعات، ثلاثه ولو الكاف تاو كذلك. الكاف بيان سور الفتح اللي عندهم مباراه صعبه شويه، ولكن نتمناو انه يخلق جمال السلامي يعني التقين فيه حتى هذا اللي كان يخلق المفاجاه لما لا. تعادل واحد لواحد راه مزيان بيان سور بيان سور. نذكر الفتح مع موتى مع نجم مع صفاقس يعني تعادل 0-0 مشى للانتصار 3-2. نعم فكاين خبره، تنظن ان شاء الله توفيق لجميع الانديه المغربيه. ودوز الفرق المغربيه وصلت لديك المرحله انها ما بقاتش انك من مقابله الدام كتمشي خاسره او من كتسجل عليها هدف واحد اللحظه كتخسر المقابله. الرتور ولات كتلعب المقابله كتسالي المقابله ديال الذهاب والاياب. كنظن هذا ربح للفرق الوطنيه، وبهذه المناسبه كنتمنوا التوفيق. بعدا كنهنيو النهضه البركانيه، التوفيق للجيش الملكي وفريق الوداد البيضاوي وغدا الفرق ان شاء الله يا ربي. شكرا سي حسن الفتيح على الحضور ديالك معنا اليوم. شكرا سي توفيق سناجي. شكرا سي يوسف. شكرا كذلك لسيف الدين البلغيتي اللي كان معنا في اخراج ديال هذه الحصه. غدا ان شاء الله في حصريه نهايه الاسبوع نرجع لتحليل مباراتي الجيش الملكي نجم الساحل التونسي وكذلك فريق الوداد الرياضي وحافيه كوناكري. غادي يكون معنا ضيف خاص اللي هو سي امين كرما مدرب فريق نهضه بركان اللي غادي نتكلموا معاه على تاهل دور المجموعه. تحيه سيف الدين البلغيتي، الى اللقاء.